بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. تأهل النادي الأهلي أمس زي ما حضراتكم شفتوا، وبشكركم طبعا على كل الكلام وعلى أن حضراتكم كنتوا مبسوطين بتغطية قناة النادي الأهلي امبارح لما حدث في السودان. فضلنا مع حضراتكم تقريبا لغاية الساعة 2:30 علشان نقول لحضراتكم أو نطمن حضراتكم على حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية البعثة الرسمية للنادي الأهلي لتتكون من الفريق، طبعا أعضاء الفريق وأعضاء الجهاز الفني وبقية اللاعبين، أيضا الإداريين اللي موجودين، أيضا كابتن محمود رئيس البعثة، كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة، الأستاذ طارق قنديل اللي كان متواجد مع البعثة الرسمية، الكل دي البعثة الرسمية. ولكن امبارح فضلنا مع حضراتكم لغاية الساعة 2:30 تقريبا عشان نطمنكم على حاجتين. الحاجة الأولانية البعثة الرسمية، تاني حاجة جمهور النادي الأهلي، حضراتكم اللي كانوا متواجدين في أرض ملعب الجوهرة الزرقاء في العاصمة السودانية الخرطوم. الحقيقة موقف شدني جدا، ويعني بيتقال لي ما ينفعش تتكلم فيه، ولكن أنا لازم أتكلم فيه لأنه هذا هو الفارق الإداري وفارق الأساطير وفارق النجومية وفارق كل شيء ما بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي وما بين أي حد تاني. موقف مهم جدا، وأنا الحقيقة سمعته زي ما حضراتكم سمعتوه، ولكن تأكدت من عدد كبير جدا من الجمهور. كابتن محمود الخطيب امبارح فضل واقف الحقيقة بعد نهاية المباراة، وكان هناك اتفاق على أن تكون البعثة الرسمية تتحرك والجمهور يتحرك من ناحية تانية، ولكن كابتن الخطيب امبارح أصر إصرار كبير جدا على أن تكون هناك، وده كان الحقيقة بيتعمل من الأول، ولكن كانوا عايزين الناس تمشي ده في اتجاه وده في اتجاه، لكن في النهاية أصر الكابتن محمود الخطيب أنه هو مش هيتحرك غير لما كل الناس تتحرك، جمهور النادي الأهلي قبل البعثة الرسمية للنادي، لأنه الكل يعلم أن جمهور النادي الأهلي هو اللي له الدور الكبير والدور الرئيسي في كل بطولات النادي الأهلي. الدور التاريخي اللي عامله جمهور النادي الأهلي من 1907 وحتى مباراة أمس الحقيقة حاجة تاريخية وحاجة مشرفة جدا. فكابتن محمود بما أنه واحد من أساطير النادي الأهلي، وبما أنه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبما أنه رئيس بعثة النادي الأهلي في مباراة أمس، أصر على التواجد لغاية آخر ثانية. أول ما شاف بعينيه الناس بتتحرك والبعثة الجمهور بيتحرك، خد البعثة بإشارة طبعا من الأمن، خد البعثة وتحرك أيضا إلى فندق الإقامة. فده موقف الحقيقة معرفش هل البعض بيعتبره أنه موقف طبيعي، يعني في ناس شايفة أن كابتن خطيب، لكن لما تيجي تتكلم مع الكابتن، أنا ما اتكلمتش معاه الحقيقة، ولكن أنا عارف لما تيجي تتكلم يقولك ده دوري، ده شغلي، ده دوري ان انا اعمل كده، مش بعمل حاجه زياده ولا بعمل حاجه كده ولا كده. لا، هو دايما لما تيجي تتكلم هيقول لك كده، هيقول لك يا جماعه انا ده دوري ان انا اعمل كده. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لما قعدت 3-4 شهور اغلس على الكابتن خطيب الحقيقه، يعني انا مش عارف اقولها ازاي، ولكن هقولها كده عشان كابتن عايز حضرتك تطلع معانا على، قال لي يا اسلام مش وقت، يعني مش دوري ان انا اطلع اتكلم معاك على التلفزيون، دوري ان انا اعمل فريق، نكون فريق. هو ما بتكلم على الكابتن خطيب، اعضاء مجلس الاداره بالكامل يعني، فهو ده دور الكابتن محمود الخطيب. فلما بتيجي تتكلم معاه هيقول لك كده. فانا عشان كده الحقيقه حبيت ان انا بس اوري لحضراتكم ان هناك فارق كبير جدا. كل ده طبعا بمعاونه واحد من المصريين الدبلوماسيين المصريين المحترمين، السفير حسام عيسى الحقيقه، اللي كان خير سفير بالنسبة لمصر الحقيقة في السودان، وبالنسبة للجمهور، وبالنسبة للبعثة الإعلامية البعثة الرسمية المتواجدة الحقيقة في الخرطوم امبارح. الحمد لله الفريق وصل الصبح زي ما حضراتكم تابعتوا طوال النهار. النهاردة كل الفيديوهات اللي جات لحضراتكم وكل الأخبار اللي جات لحضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، هو ده الدور اللي لازم يقوم بيه اي رئيس نادي الحقيقه. رئيس النادي
محترم وعارف هو عايز ايه وعارف هو بيعمل ايه علشان خاطر جمهوره. ولما تيجي تتكلم معاه يقول لك ما هو ده دوري ان انا اعمل كده، انا ما عملتش حاجه زياده يعني، ده دوري ان انا اعمل كده، دوري ان انا اخلي الجمهور يروح سالم لبيوتهم، لان طبعا معظم اللي كانوا هناك من الخرطوم ساكنين هناك يعني في السودان او قاعدين هناك في السودان على الاقل، وبعدين بيجوا في الاجازات بتاعتهم. وبالتالي موقف مهم جدا وموقف يعلم للي عايز يتعلم الاداره، موقف مهم ويعلم اللي عايز يتعلم الاداره، اللي عايز يتعلم الاداره يبص ويشوف ايه اللي بيحصل عشان الدنيا تمشي، الدنيا بتمشي ازاي. لما تيجي تتكلم مع السفير حسام عيسى قال لك ايه؟ قال لك النادي الاهلي اداره احترافيه على اعلى مستوى، لاعبين على اعلى مستوى اخلاقي فني مهاري، طبعا فني ومهاري بنتكلم فيها كتير، لكن اخلاقيا والتزام وكل شيء الحقيقه. وبالتالي هو ده النادي الاهلي. عجبني جدا الكلام اللي بيتقال على لعيبه النادي الاهلي، عجبني جدا شكل لعيبه النادي الاهلي، عجبني جدا تماسك لعيبه النادي الاهلي، بغض النظر عن النتيجه، وان ان ان في فرق كبير جدا بين ناس جمهور النادي الاهلي زعلان. زعلان ليه؟ شوفوا الفرق، هو فرحان ان انت ان احنا صعدنا، لان احنا بالنسبه لنا كنادي اهلي لما تيجي تلعب ضد اي من السبع فرق اللي موجودين او اللي صعدوا، انت ممكن مش يعني مش ممكن هتلاعب النجم الساحلي مره تانية، ممكن تلعب بقى بقيه الست فرق التانيين. لما تيجي تفكر ان انت تيجي اي واحد من الست فرق التانيين دول، كلهم فرق قويه، كلهم فرق كبيره جدا، ف او واحد من الثلاثه الاوائل، يعني انا بتكلم بشكل عام، هم بيقولوا لي يعني بيصححوا لي بيقولوا لي واحد من الثلاثه الاوائل، اه طبعا انا عارف ان هو واحد من الثلاثه الاوائل، ولكن انا بتكلم بشكل عام. لما تيجي تبص على اسماء الفرق اللي موجوده، كلها اسماء كبيره، كلها اسماء خدت بطوله افريقيا قبل كده، كلها اسماء صعدت لكاس العالم باستثناء اعتقد نادي الزمالك فقط، بس هو اللي ما صعدش لكاس العالم للانديه. وبالتالي كلها فرق كبيره، كلها فرق محترمه، كلها فرق خدت البطولات الافريقيه، فمش فارق العب سان داونز العب الزمالك العب، انا عارف ان احنا هنلعب يا اما مازيمبي يا اما الترجي يا اما سان داونز، هم دول الثلاث فرق اللي احنا ممكن نلعبهم، ولكن انا بتكلم بشكل عام على كل الفرق اللي موجوده، كلها فرق محترمه، كلها فرق كبيره، فمش فارق معانا نصعد اول نصعد ثاني، الامور كده كده بتبقى صعبه، وبره ارضك وجوه ارضك والكلام ده كله، كل اللي بيتكلم في هذه الامور ما عندناش اي مشكله فيها، ولكن في النهايه انت لازم تلعب الثلاثه الاوائل او واحد من الثلاث فرق الاوائل دلوقتي على الوضع القائم دلوقتي. وهنتكلم في موضوع اللائحه والهجس اللي انتوا سامعينه من البعض يعني. طيب، فما عندناش مشكله ان احنا نلعب اي حد كنادي اهلي، يعني انا بتكلم كنادي اهلي، وده شفناه من تصريحات رامي ربيعه، شفناه من تصريحات مجدي قفشه، شفناه من تصريحات ياسر ابراهيم، كل التصريحات اللي جت عند على قناه النادي الاهلي حضراتكم شفتوا ان التصريحات بيقول لك يعني نلعب ده نلعب ده نلعب ده، ما عندناش اي مشكله. فعشان كده الشكل اللي عجبني جدا قد ايه ان اللعيبه دي رجاله في وقت كان صعب جدا جدا بعيد عن كره القدم. اللي حصل امبارح احنا كنا بنحاول يعني، لكن اللي حصل امبارح ليست مباراة لكرة القدم. مباراة لكرة القدم انت يعني على اعتبار ان المباراة دي في مباراة كرة قدم ومباراة عادية، لا، النادي الاهلي فنيا يكسب كتير. مع حضراتكم ويعني كلام منطقي وهنسال فين جملة الكبار اللي هيكونوا موجودين معانا. لكن ما حدث اثناء المباراة وما قبل المباراة من تحريض وتشكيك وظروف صعبة، وما حدث بعد نهاية المباراة من أمور صعبة للغاية الحقيقة حدثت بعد نهاية المباراة، خلت اللعيبة كلها مش مركزة غير في شيء واحد فقط، إن هو أنا عايز أوصل بأي طريقة، أنا عايز أوصل، لأنه كان ممكن جدا لا قدر الله يحصل أي حاجة ويخش فيك جون تاني، ممكن جدا مع إنك مضيع خمس ست سبع تجوان قبلها. فعجبني جدا تكاتف لعيبة النادي الأهلي كلهم مع بعض وقفهم مع بعض، قد إيه إن الناس دي أو اللعيبة دي شافت، هستعير كلمة الكابتن سيد عبد الحفيظ وهقول ان هو قال ثكنة عسكرية، هو قال ان هو انا كنت بلعب امبارح كده، فزي ما حضراتكم شايفين الصور. ف بص بقى حضرتك قوات دي، انا بشكر جدا جدا
الحقيقة المسؤولين السودانيين سواء في الداخلية أو في الجيش الحقيقة حاجة محترمة جدا، وقد إيه بيحافظوا على كل شيء وبيحاولوا يعني على قد ما يقدروا أن هم يحافظوا على أن المباراة تخرج إلى بر الأمان. ولكن في النهاية يعني مش أجواء لعبة كرة قدم الحقيقة، من وجهة نظري أن هذه ليست أجواء كرة قدم. قدرت تتعادل وكنت تقدر تكسب وكنت تقدر تجيب اجوان وكنت تقدر تخلص المباراة، ولكن في النهاية اتعادلت وصعدت إلى دور الثمانية. أنا بس عايز حضراتكم بيني وبينكم يعني أنا عايز حضراتكم وأنتوا قاعدين بتتفرجوا كده حط نفسك مكان أي لاعب من لعيبة الأهلي امبارح في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأحداث. أنا راح ألعب كورة يا جماعة، أنا على فكرة كنا شفنا احنا انا وغيري 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 من الاجيال كلها للنادي الاهلي شافت من ده كتير، ولكن خلاص احنا في 2020 يا جماعه، الامور كلها نادي الهلال نادي كبير وله جماهيريه كبيره ومن اكبر الانديه في افريقيا وكل حاجه، لكن النادي الاهلي ايضا له جماهيريه كبيره وكذا وكذا وكل الكلام ده احنا عارفينه. ايه اللي يحصل؟ ممكن يكون في تسخين قبل المباراه وتحريض من بعض الصفحات اللي حضراتكم عارفينها وكلنا بنتكلم في هذا الموضوع الحقيقة، وناس كتيرة جدا ممن ينتمون لأندية منافسة زعلانين جدا من اللي حصل ومن هذه الصفحات المغرضة، هذه الصفحات المغرضة الحقيقة، لأنها بتودينا الاتجاه بعيد جدا عن الرياضة. احنا كل شوية ايه حد يغلس علينا واحنا نغلس على حد، او حد يتكلم على النادي الاهلي واحنا نتكلم عليه، الكلام ده شيء طبيعي وسجال ان انا بدافع عن النادية، ولكن تصل الى ان انت تحرض دولتين على بعض منهم الدولة بتاعتك دولتك، لما تبص في البطاقة من المفترض ان انت مكتوب ان انت مصري، من المفترض ان انت مكتوب ان انت مصري، لكن في النهاية الموضوع عدى. احترافية إدارة النادي الأهلي ودبلوماسية مصرية على أعلى مستوى الحقيقة من السفير حسام عيسى، وكل لما بقول كابتن خطيب يبقى كل مجلس الإدارة، لما بقول السفير حسام عيسى يبقى كل أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم قدروا أن هم يديروا الموضوع باحترافية كبيرة جدا جدا الحقيقة من قبل الكابتن محمود والسفير حسام عيسى الحقيقة، لغاية لما الفريق رجع مصر وصعدنا إلى دور الـ16. ناس كتيرة قوي قوي النهارده وانا رايح شغل الصبح، كل من لا يشجع النادي الاهلي الف مبروك يا كابتن الف مبروك، فانا ابص لهم كده اقول لهم مبروك على ايه؟ مش فاهم. الف مبروك يا كابتن الف مبروك، اقول لهم ايوه مبروك على ايه؟ قالوا لي مبروك على التاهل، قلت لهم اه بس خلي بالكوا ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو يتاهل لدور الـ8، مش الطبيعي ان النادي الاهلي ما يتاهلش، لا ومش كلام ارقام. فكل اللي بيجي يقول لي ايه من من لا يشجع وبعض من لا يشجع النادي الاهلي يقول لي الف مبروك يا ابو الكباتن وبتاع ويضحكوا طبعا انتوا عارفين، يقول لي اقول لهم يا جماعه والله ده الطبيعي، يعني انا مبسوط وسعيد ولانه اجواء غير رياضيه اللي حصلت امبارح هي اجواء غير رياضيه، هو ده اللي خلي الواحد مبسوط، تكاتف لعيبه النادي الاهلي خلاني انظر للمستقبل القريب في المباريات القادمه ان انا لا اللعيبه دي لعيبه انا كنت متاكد ولكن تاكدت زياده ان اللعيبه دي لا لعيبه تقيله لعيبه جامده. اي فرقه تانية مكان النادي الاهلي اي فرقه تانية كانت هتخسر في هذه المباراه، لكن ثبات انفعالي على اعلى مستوى، شكل اداري رائع من الكابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه وبقيه الجهاز اللي موجود معاه الاداري، كابتن خطيب بنفسه، وده قرار الحقيقة قرار أنا بحيي كابتن خطيب عليه إن هو يطلع رئيس لبعثة النادي الأهلي في هذه المباراة، من المرات القليلة يعني من المرات القليلة اللي بشوف كابتن خطيب، لأن كابتن خطيب بيطلع كان طلع معنا مثلا قبل نهائي بتاع، لكن من المرات القليلة اللي بشوف الكابتن خطيب طلع كرئيس للبعثة في دوري المجموعات يعني، فبالتالي ورغم مرضه ورغم تعبه شفتوه امبارح في الصورتين ثلاثة اللي كانوا جاي لنا الفيديوهين ثلاثة وهو بيتمشى برضه يعني، فعشان كده بقول لحضراتكم المنظومه كلها الشكل العام كله، انا هنا ما بتكلمش على كابتن خطيب، انا بتكلم على النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي احنا دايما بنبقى مبسوطين وبنقول لاولادنا بصوا الناس دي بتعمل ايه، اتعلموا
اتعلموا وشوفوا عشان لما تكبروا وانتوا بتشجعوا النادي الاهلي تعرفوا ان في سنه كذا يوم 1/2/2020 حصل كذا وتم اداره هذا الموضوع بالشكل الفلاني، لان ممكن جدا يكون حد منكم موجود ويعمل وياخد هذا القرارات. هو ده اللي احنا بنعلمه لاولادنا، مش انا، انا بتكلم على كل الاهلاويه. فالحقيقه مبسوط وسعيد بالشكل العام، لكن الطبيعي جدا ان النادي الاهلي يصعد الى دور الثمانيه. هل كان عند حد شك ان النادي الاهلي؟ طبعا الاهلاويه انا عارف ما عندهمش شك، ولكن انا عارف ان بعض من لا يشجع النادي الاهلي سواء جوه مصر او بره مصر بالمناسبه كان نفسهم املهم ان النادي الاهلي يطلع من البطوله، املهم مش علشان هم يكسبوا البطوله، لا، عشان خايفين من مواجهه النادي الاهلي، لان الاهلي هو البطل، هو الكبير، مش بالكلام، كل شويه هقول لكم هذا الكلام، مش بالكلام، بالارقام. في ناس كتيره ممكن ما تستحملش ان هي تخسر من الاهلي ثلاث او مرتين او ثلاثه او اربعه في اقل من شهر. ليه لا؟ فناس كتيره جدا كان نفسها ان النادي الاهلي يطلع جوه مصر وبره مصر، وتحريض تحريض تحريض، لكن في النهايه زي ما قلت لحضراتكم هي اداره محترفه. مش كلامي برضو، ده كلام السفير حسام عيسى اللي امبارح بشكره، قال لي لا انت عندك اداره محترفه، عندك لعيبه ملتزمه، عندك لعيبه عندها اخلاق، عندك لعيبه عارفه كويس هي بتعمل ايه، عندك لعيبه لما بيحصل حاجه بتلاقيها واخده الموقف السليم في الموضوع، ودبلوماسيه مصريه رائعه كالعاده الحقيقه. و فالعاجب اللي انبسطني الموضوع كله، لما تيجي تتفرج بقى على الموضوع بعدين لما الدنيا تهدى بقى وتبتدي تتفرج، لا تحس ان انت نادي الاهلي، وعشان انت النادي الاهلي هي دي اللقطه. يعني بص كابتن خطيب، انا طبعا اللعيبه ده كان طبعا اللاعبين كلهم هم دلوقتي داخلين الفرقه، كابتن خطيب واقف بالمناسبه مستني ان كل اللاعبين يدخلوا وبعدين يخشوا وراه، حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة. أنا بعرض اللقطات دي وبقول الكلام ده عشان نتعلم من كابتن خطيب ومن النادي الأهلي، بلاش عشان ما حدش يقول لك أنت بتطبل والكلام اللي بيتقال ده، لكن أنا بقول الحقيقة وبقول مشاهد أمام حضراتكم أو أمام أعين كل اللعيبة دخلت أهي، صح ولا مش صح؟ ده تاريخ بنعلمه للأجيال القادمة، كيفية الإدارة. مهما كنت رئيس نادي، كنت رئيس بعثة، كنت أسطورة من الأساطير، ولكن كيفية الإدارة في مثل هذه الأمور هو ده اللي بنحاول، بنعرض حقائق مش بنقول كلام ونقعد نقول كلام وخلاص. صحيح ده في ناس بتكذب كذبة وبتصدقها وتعمل عليها حلقات وضيوف وحلقات ومرتبات وبتاع وشغل كبير جداً، حاجة كبيرة جدا بسم الله ما شاء الله، لكن في النهاية يسعدنا الحقيقة، يعني ما بيزعلناش، يسعدنا جدا اللي بيحصل ده، لأنه أي حد عايز يشتهر يتكلم عن النادي الأهلي سواء بالسلب أو بالإيجاب. طبعا أنتوا عارفين مين اللي بيتكلم بالسلب ومين اللي بيتكلم بالإيجاب، فأي حد عايز يشتهر لازم يدخل اسم النادي الأهلي في أي حاجة، في أي جملة، أي جملة. يعني ازيك، خلينا اتكلم على اسماء زمايلنا مثلا على اعتبار ان هم كذا، فزمايلنا ازيك يا سمير عكاشة، يقول لك اصل الاهلي قال لي ان كذا كذا، اصل سمير عكاشة ده كذا. طب وايه اللي دخل الاهلي في سمير مثلا؟ يعني اي حاجه يجيب لك اسم نادي الاهلي عشان يدخلها في موضوع، علشان الناس تبتدي تقعد تتفرج والناس تبتدي تقعد تعمل. هو ده اللي احنا عارفينه، مش اليومين دول بالمناسبه، طول عمرنا، طول عمر النادي الاهلي وهو كده الاكثر تداولا، الاكثر الناس كلها عايزه تعرف الاخبار بتاعت النادي الاهلي. كانوا دايما يعلمونا لما تيجي تقرا كتاب عن وتسال اساتذتنا الكبار يقول لك ايه؟ يقول لك في الاعلام لما تيجي تقدم برنامج هات اخبار الاهلي الاول. طب ليه؟ انا قعدت الحقيقه الموضوع ده قعد شاغلني كتير، ليه اخبار الاهلي الاول؟ لان الناس هتقعد تتفرج عليك لما تسمع اخبار الاهلي. حتى في دي مش انا اللي بقول، مش انا، اساتذه كبار في الاعلام، حتى في الصحف المصريه، اتكلم عن
عن المساحة الأكبر أو المكان الأبرز، المساحة الأكبر دائما للنادي الأهلي، لأنه الأكثر جماهيرية زي ما كان في استطلاع للرأي من حوالي شهر واتكلمت مع حضراتكم عليه، 72% من الجمهور المصري بيشجع النادي الأهلي. فعشان كده النادي الأهلي اسمه بيبيع، اسمه بياع، ناس بتجري عليه. فكل حاجة تقوم جاي مدخلك ايه اسم النادي الأهلي في موضوع، لازم تدخل اسم النادي الأهلي عشان أعرف أتكلم وأعرف أبيع وأعرف أشتري وأعرف على اليوتيوب وعلى مش عارف ايه والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. لكن في النهاية كلنا مبسوطين بالشكل العام للنادي الأهلي امبارح، حاجة مشرفة، حاجة محترمة. كنا ممكن نكسب، ربنا كرمنا وقدرنا نصعد، قدرنا نصعد في ظل ظروف صعبة جدا جدا جدا. حضراتكم كنتوا معانا، ناس كتيرة الحقيقة كلمتني وشكرتني على، المفروض ده واجبي يعني، انا ما بعملش اي حاجه، كل الناس اللي تعبت هناك حتى شادي وكريم وبقيه الزملاء اللي موجودين هناك في البعثه الاعلاميه كلهم تعبوا، مش انا في الاخر انا اللي بجيب الناس عشان تتكلم في التليفون مثلا او عشان يقول لكم موقف حصل او حاجه. فالحقيقه الناس كلها بتتعب، الناس كلها عايزه تعمل حاجه كويسه لجمهور النادي الاهلي، وفضلنا مع حضراتكم امبارح لغايه اخر وقت، لكن كنا سعداء ومبسوطين بالشكل العام والإبهار في كيفية الإدارة، كيفية الإدارة. فعدينا الموقف ده، دخلنا في موقف لوائح، جبنا لحضراتكم اللائحة وجبنا نجمنا الكبير وواحد من خبراء التحكيم الكبار الكابتن ناصر عباس، كلم قال لك الحكم من الممكن جدا ان هو الربع ساعة الأخيرة يكون كملها بشكل سوري نظرا لسلامه اللاعبين، وان هو قال للمراقب ده امتى، مين اللي هيعرف الكلام ده؟ مفيش حاجه هتخلينا نعرف الكلام ده غير تقرير الحكم. لكن لان النادي الاهلي هو الكبير، النادي الاهلي هو الرائد في القاره الافريقيه، وعلى فكره دي حصلت قبل كده في مباراه اسوان محليا. محليا النادي الاهلي راح كان لاعب مباراه يوم الاربعاء تقريبا، وراح يلعب اسوان في اسوان يوم السبت. أسوان في أسوان يوم السبت اتلعبت الساعة 3 الظهر. بعد المباراة اتكلمنا عن إن يا جماعة ده ما ينفعش تتلعب في أسوان، كان في الحر يعني، كان لسه في شهر 8 أو 9، في آخر 9 الدنيا لسه بتبقى حر. فقلنا لحضراتكم ساعتها إن النادي الأهلي عشان هو الكبير فبيقول يا جماعة من فضلكم ما تروحوش تلعبوا، مع إنه هو لعب خلاص، لعب وكسب 5. لكن هو بيقول للناس ما تروحوش تلعبوا هناك لانه اللعب هناك صعب، او بيطالب اتحاد كره القدم ان هو ما يلعبش الساعه 3 الظهر هناك، يلعبها الساعه 5 6 7 8 بالليل. فنفس الكلام ده اللي بيحصل، ان احنا مش عايزين نشوف مثل هذه المشاهد مره اخرى، مش عايزين نشوف الاهلي، هل الاهلي صعد ولا ما صعدش؟ سمعوني كده، الاهلي صعد صح؟ طيب ما هو كان الكابتن سيد حفيظ قال لك ايه بقى؟ يا عم الاهلي صعد كده كده، الست سبع فرق اللي بنلعبهم هم كلهم اجمد من بعض، وكلهم فرق كبيره، وكلهم فرق خدوا بطولات افريقيه قبل كده، وكلهم تاهلوا لكاس العالم قبل كده فيما عدا الزمالك، فكلهم فرق كبيره، فمش هتفرق اول من تاني، تاني من اول، مش فرقه كتير. فاللي بقوله ان الكابتن عبد الحفيظ كان ممكن جدا يكبر دماغه، لا اتكلم في هذا الموضوع امبارح معانا هنا على الهواء مباشره وقال لك يا جماعه احنا ما كناش بنلعب كوره، احنا في ثكنه عسكريه. وجبنا لحضراتكم اللائحه اللي بتقول ان ما ينفعش ان لو حد من الجمهور نزل الملعب يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. مش انا اللي بقول، دي اللائحه اللي بتقول. ولكن هل الحكم هيكتب الكلام ده في التقرير ولا مش هيكتبه؟ مش عارفين. من المفترض ان الحكم يكتب الكلام ده في التقرير. الاهلي صعد، الاهلي مش محتاج يكتب الحكم يكتب. ولكن لما انت رايح ممكن جدا تلعب مع مازيمبي هناك، وانتوا عارفين مازيمبي. ممكن تروح تلعب مع سان داونز وانتوا عارفين سان داونز، ممكن تروح تلعب مع الترجي ما انتوا عارفين الترجي اللي ممكن يحصل. وبالتالي لا، النادي الاهلي عايز يوقف كل هذه الامور، يجب ان يكون هناك تعامل رياضي حتى من قبل الجمهور، جمهور السودان جمهور محترم بالمناسبه وعلى دماغنا من فوق، ولكن انا بتكلم بقى بشكل عام. النادي الاهلي دايما بينظر نظره مستقبليه للايام القادمه وللمباريات القادمه. النادي الاهلي مش خلاص صعدنا قفل المواضيع بقى لا مش كده، الكبير ما بيبقاش كده دايما، الكبير عايز الدنيا كلها تبقى كويسه حواليك، عشان لما اجي اروح العب
مازيمبي في ملعبه ولا سان داونز في ملعبه ولا في الترجي في ملعبه، ابقى عارف ان انا عندي حكم عادل زي رضوان جيد امبارح الحقيقه، واحد من افضل الحكام اللي حكموا مباريات النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره هو فيكتور جوميز. الحقيقه يعني هايلين هايلين ورائعين، كل ما يطلبه النادي الاهلي هو العداله التحكيميه وتهيئ الاجواء للعب مباراه كره قدم مش حرب. تشجيع الجمهور المنافس شيء منطقي وهم حرين يا رب يعملوا. رحنا لعبنا في الصفاقسي والجمهور التونسي اروع ما يمكن، عامل حاجه رائعه وعامل تيفو، عامل بوسترات كده كانت يعني كانت طبعا عاملين ان ابو تريكه واقع واقف على الارض كده او راكع على الارض وان بيسلمنا بيسلم التوانسه الكاس الافريقيه. ماشي كلها حاجات ممكن تمشي، ولكن ايه اللي حصل؟ وقف رجاله النادي الاهلي كسبوا الصفاقسي 1-0. لكن الشكل العام مفيش بقى حرب ومش عارف ايه، لا احنا عايزين نهيئ الاجواء لمباريات كره قدم فقط، مش عايزين اكتر من كده، عداله تحكيميه وتهيئ الاجواء لمباريات تتلعب في الملعب. مش انا بلعب في الملعب وعمال اعمل كده خايف حاجه تيجي فيا. فهو ده اللي النادي الاهلي بيطلبه بالمناسبه. ايه اللي هيحصل خلال الثلاث اربع اللي جايين الايام القادمه؟ محدش عارف. ايه اللي ممكن يحصل برضه؟ محدش عارف. الحكم كتب ايه في تقريره؟ ما نعرفش. لكن في النهايه النادي الاهلي بيحاول ان يعطي درس للجميع ان ما ينفعش يحصل كده تاني. ما ينفعش يحصل كده تاني. هنفضل ورا المواضيع دي وهنفضل ورا هذه الامور لغايه لما نعرف ماذا كتب الحكم في تقريره عن هذه المباراه. طيب خلينا نروح نشوف التقرير الاول اللي معانا النهارده. الاهلي يطالب كاف بتطبيق اللوائح بعد احداث مباراه الهلال السوداني. نجح النادي الأهلي في حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع فريق الهلال السوداني بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. هو التعادل الذي منح المارد الأحمر بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة بعد احتلاله للمركز الثاني برصيد 11 نقطة. كانت البعثة واجهت صعوبات كثيرة عقب المباراة بعد إصرار الأمن السوداني على إبقاء الفريق الأحمر وجماهير الأهلي داخل ملعب الجوهرة الزرقاء لحين انصراف جماهير الهلال من محيط الملعب، وذلك خوفا على الأهلي ومن أجل تأمينه وجماهيره، خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها المباراة من غضب جماهيري كبير ونزول لبعض المشجعين لأرض الملعب، بالإضافة لإلقاء الجماهير لزجاجات المياه على أرضية الملعب، مما جعل الحكم المغربي رضوان جيد يقرر إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق. ينوي مسؤول الأحمر التقدم بشكوى رسمية ضد ما حدث من أجل اعتبار الفريق فائزا وفقا للوائح الكاف، حيث يترقب الجميع تقرير الحكم المغربي بشأن أحداث الشغب في المباراة حتى لا تتكرر تلكم المشاهد مرة أخرى في الملاعب الإفريقية، بجانب الحفاظ على حقوق النادي، لا سيما أن اللوائح تنص على اعتبار الفريق صاحب الأرض مهزوما في حالة إيقاف حكم المباراة للقاء بسبب أعمال شغب أو عنف تهدد سلامة اللاعبين. هو ما حدث في ظل الأجواء غير الرياضية التي شهدتها المباراة. وكعادة الأهلي دائما لا يتخلى عن أبنائه سواء أكانوا لاعبين أو جماهير، فقد حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على عدم مغادرة ملعب الجوهرة الزرقاء قبل أن يطمئن على خروج جماهير الأهلي وتأمينها بالشكل الكامل مثل لاعب الفريق. هو ما حدث بالفعل ليثبت الأهلي دائما أنه متفرد دوما عن غيره بالحفاظ على كل من ينتمي له. We'll be right back.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انا عايز اتكلم بس في موضوعين بسرعه جدا قبل ما انتقل الى المواضيع الاخرى اللي عندنا. الحقيقه النهارده من يومين ثلاثه كده اعلن النادي الاهلي ان هو سوف يتم تقييد مصطفى شوبير كرقم 30 في القائمه الافريقيه. من الوقت ده تحديدا انا الحقيقه ما رضيتش طبعا اتكلم عن هذا الموضوع قبل المباراه، لان في النهايه احنا بنتكلم عن المباراه ومباراه مهمه لازم كنا نتكلم عن هذه المباراه، واجلت الموضوع ده للنهارده. لانه هل النادي الاهلي من الممكن ان يجامل كابتن احمد شوبير ويؤيد ابنه؟ انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، بمنتهى الصراحه، هل من الممكن ان يحدث ذلك وان يتم مجامله كابتن احمد شوبير في مصطفى شوبير اللي انا بشوفه من الحراس المرمى؟ انا شفته في ماتشين ثلاثه، ولكن لما بتيجي تسال المدربين اللي دربوا مصطفى كلهم الحقيقه بيجمعوا على انه واحد من المواهب الصاعده في النادي الاهلي. لكن لما تيجي تفكر بالمنطق والعقل، هل من الممكن ان يتم مجامله كابتن احمد شوبير في قيد ابنه مصطفى شوبير في القائمه الافريقيه؟ طيب لو ده حصل والنادي الاهلي جامل، طبعا ده ما بيحصلش، ولكن على اعتبار الكلام ده وخلينا امشي مع حضراتكم لغايه الاخر. طيب لو لا قدر الله الشناوي تعب وعلي لطفي مصاب وشريف اكرامي، هل من الممكن وكل اللي موجودين في اداره كره القدم عارفين كويس قوي 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 ان كره القدم في يوم وليله، في يوم وليله ايه؟ في ماتش من الماتشات ممكن كل حاجه تتغير. عندك ثلاث حراس فجأة ما تلاقيش ولا واحد. فهل من الممكن أن يخاطر الجميع باسم نادي الأهلي عشان خاطر واحد من أبنائه وكل حاجة وكابتن النادي وكابتن منتخب مصر وكل حاجة، ولكن عشان خاطر اسم لاعب أو اسم حد ومحدش يبص لاسم النادي الأهلي؟ جماعة كلام غير منطقي بالمرة. من الواضح أن هناك أمور معينة الكل بينتظرها لمهاجمة ناس معينة جوه النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي ما بيبصش لكده. النادي الأهلي بيشوف إيه القرار الصح أو إيه القرار اللي عايزه المدير الفني وبيعمله، بعيدا عن أي شيء من كل اللي حضراتكم أو ناس كتيرة بتتكلم فيه. لأن النادي الأهلي أو الإدارة الفنية في النادي الأهلي لا تنظر إلا لشيء واحد بس، ما بتنظرش لاحمد شوبير، ما بتنظرش لمحمود الخطيب، ما بتنظرش لسيد عبد الحفيظ، ما بتنظرش لفايلر، بتنظر لاسم النادي الاهلي. لاسم النادي الاهلي، فعمر ما حد، وخدوا الكلمه دي مني لحضراتكم ثقه، عمر ما حد هيفرط في اسم النادي الاهلي من المجموعه اللي موجوده دلوقتي، ابدا، مهما كان عشان ايه ولا عشان مين ولا خالص. لان هو ده النادي الاهلي، هو ده الفرق. زي ما قلت لحضراتكم، انت بتروح لرئيس النادي او نائب رئيس اي حد من الناس اللي موجوده تقول لهم يا جماعه عايزين حضراتكم بس تعملوا معانا مداخله نتكلم فيها عن الدنيا وماشيه ازاي والامور، يا جماعه مش دورنا، يقول لك مش دورنا، في الوقت اللي هيبقى محدد هنطلع نتكلم. يعني مالهمش في الكلام ده. الناس دي بتفكر ازاي تشتغل في النادي الاهلي، ازاي تكبر اسم النادي الاهلي، مش ازاي تفكر الكلام اللي بيتقال بقى خلال الكام يوم اللي فاتوا. لكن في النهايه بالمنطق اقعد فكر مع، يعني لا كل الاهلاويه عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، ولكن حتى لمن لا يشجع النادي الاهلي اقعد فكر كده بالمنطق، هل ممكن النادي الاهلي يجامل على حساب نفسه، على حساب اسم النادي الاهلي؟ استحاله طبعا، عمرها ما هتحصل ولا حصلت ولا هتحصل مستقبلا. احتياجات معينه للمدير الفني اتحطت الاحتياجات. لو المدير الفني كان عايز اسلام الشاطر كان هيرجع اسلام الشاطر يلعبه ويحطه، هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي دايما بنتعلمه في النادي الاهلي. فنقفل الموضوع، وحرام على، يعني في ناس كتيره جدا حرام عليهم، يعني لانه في الاخر هو لعيب صغير، مش ذنبه ان اسمه مصطفى شوبير بالمناسبه، مش ذنبه. خلينا نشوفه كحارس مرمى، هل هو كويس ولا مش كويس؟ فأتمنى أن الموضوع ده ينتهي. شريف إكرامي أيضا النهاردة فاجئنا الحقيقة، فاجئ كل الأهلوية بأن هو بكلماته الرقيقة، كلمات الحقيقة. شريف من اللعيبة المثقفة جدا جدا جدا، وبيعرف ينتقي ألفاظه وبيعرف
ازاي يتكلم مع الناس ويتكلم مع جمهوره اللي بيحبه وما يزعلش إدارة ناديه وما يزعلش جهازه الفني، وفي نفس الوقت بيبرز أو أبرز حبه للملعب وإن هو عايز يلعب. أنا الحقيقة شريف إكرامي بالنسبة لي أخويا صغير، يعني ما بحبه جدا على المستوى الشخصي، وشايف إن هو واحد من اللاعبين اللي مثل للشباب المصري إن أنت تشوف كابتن للفريق زي شريف إكرامي أو نجم كبير زي شريف إكرامي تتفرج عليه كده وتبقى زيه. قد إيه هو لاعب كلاعب، واحد من اللاعبين حراس المرمى الرائعين الحقيقة، واحد من كباتن النادي الأهلي اللي موجودين في الفرقة دلوقتي. أيضا شريف إكرامي زي ما قلت لحضراتكم لعيب مثقف، بيعرف يتكلم، بيعرف يوصل اللي هو عايزه بطريقة جيدة. ولكن أنا بس اللي فوجئت بيه يمكن التوقيت شوية من وجهة نظري، أنا بتكلم من وجهة نظري الشخصية. شريف هل أصاب إن هو يكتب الكلام ده دلوقتي؟ معرفش، لكن أنا أثق الحقيقة في دماغ شريف، وعارف كويس جدا قد إيه هو بيحب النادي الأهلي وبيحب اسم النادي الأهلي. عموما هنشوف إيه اللي هيحصل خلال الأيام القادمة. مهما يقول شريف ومهما يعمل ومهما يتخذ من قرارات، ولكن في النهاية الكل أعتقد أن الكل سيقف خلف شريف إكرامي خلال الفترة القادمة. كل جمهور النادي الأهلي بيحب شريف إكرامي وبيحترمه في كل الحاجات اللي بيعملها، فتمنى له طبعا التوفيق في أي قرار بيتخذه، لكن الأيام القادمة محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل. طيب، واحد من أهم اللاعبين في مباراة أمس بالنسبة لي وبالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، حتى لما كنا الدكتور أحمد ثابت كان معانا امبارح الحقيقة، اختار الأرقام اختارته كأفضل لاعب في مباراة أمس، ياسر إبراهيم واحد من أفضل اللاعبين ومن أفضل المدافعين امبارح الحقيقة. كلهم كانوا رجالة وكلهم كانوا أقوياء جدا، ولكن ياسر إبراهيم الحقيقة امبارح تفوق على نفسه وكان نسر هذه المباراة. كابتن محمود الخطيب طبعا بيطمن على ياسر وعلى كل اللاعبين، وتقديرا طبعا للجهد اللي عمله ياسر إبراهيم. فخلينا نطلع نشوف التقرير عن ياسر إبراهيم، بعد كده نرجع نستقبل بقى ضيوفنا الكبار. عندنا النهاردة ثلاثة من ضيوفنا ونجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، والنجم الكبير الكابتن إبراهيم عبد الصمد، والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش. هنطلع نشوف تقرير عن المدافع الصخرة ياسر إبراهيم، مش وائل جمعة بقى، ياسر إبراهيم، ونرجع بقى نستقبل ضيوفنا الكبار. لا شك أن مباريات الفريق الكروي الأول الأخيرة أعلنت عن مولد نجم جديد نجح في قيادة الفريق لتحقيق العديد من الانتصارات الهامة في وقت قصير. أصبح أحد الأعمدة والركائز الأساسية التي يعول عليها سويسري ريمي فايلر المدير الفني للمريد الأحمر. نجح في ضبط الاتزان لخط الدفاع، أضاف له صبغة خاصة. هو صخرة الدفاع الأهلوية الجديدة ياسر إبراهيم، الذي يؤدي مع الفريق الكروي خلال الفترة الماضية بعد انتقاله للقلعة الحمراء يناير الماضي قادما من سموحة. استغل الفرصة التي منحها له الجهاز الفني، أثبت أنه مدافع من طراز فريد يتميز بالروح القتالية والفدائية. هو الأمر الذي ظهر واضحا في المباريات الأخيرة، وخاصة في مواجهة الهلال السوداني نجح في إجهاض العديد من الهجمات لبطل السودان. بكل تأكيد فإن تألق ياسر إبراهيم مع وجود الخبرة رامي ربيعة وأيمن أشرف بالإضافة لمحمود متولي يزيد من قوة الأهلي الدفاعية. أصبح الفريق يمتلك خطا دفاعيا حديديا من الصعب المرور منه. يتميز ياسر إبراهيم بعدة ميزات جيدة يحتاج إليها أي مدير فني، مثل السرعة، القوة الجسدية، الطول، الدقة، ضربات الرأس. هو ما يمنح حارس المرمى حالة من الاطمئنان بفضل تركيزه المستمر طوال المباراة. يسير على خطى الصخرة الأساسية للقلعة الحمراء وائل جمعة، الذي ساهم هو الآخر مع زملائه في هيمنة الأهلي على كافة البطولات سواء المحلية أو الإفريقية خلال فترة المدير الفني البرتغالي مانويل جوزي. يأتي ذلك في الوقت الذي دخل فيه ياسر إبراهيم قلوب وعقول جماهير القلعة الحمراء
بعدما توسمت فيه خيرا للمساهمة مع زملائه في حصد البطولات وتحقيق الإنجازات، فقد تم اختياره من جانب الجماهير كأفضل لاعب في مباراة الأهلي بالأمس أمام الهلال السوداني. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. كابتن عادل ازي حضرتك؟ اهلا بيك. الله يخليك مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا كابتن. النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. اهلا بيك يا كابتن اسلام. مبروك طبعا بيك يا حبيبي، مبروك للنادي الاهلي والجماهير والاداره، ودايما كده في انتصارات دايما يا رب دايما. الف مبروك يا كابتن حشيش ومنور. انت اللي منور، ومبروك ليكم كلكم طبعا النادي الاهلي. الله يخليك كابتن عادل. بما ان حضرتك اول حد باركت لنا النهارده، يعني شفت مباراة ازاي؟ المباراة ازاي امبارح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الحمد لله على سلامة اللاعبين، لأنه اللي احنا شفناه واللي احنا كنا متوقعينه معاك يوم الأربع وكنا بنحذر منه، لأنه القصة دي كانت قبل ماتش بورسعيد بأسبوع، كانت نفس الوتيرة من الدفع الإعلامي الغير مسبوق علشان ينالوا من النادي الأهلي. ألف حمد لله على سلامة لاعبتنا، لأن المنظر بتاع امبارح منظر ملوش علاقة لا بكورة ولا بأي حاجة في الدنيا، ملوش علاقة بأي حاجة. جيش بينزل وتقرير حكم، تقرير حكم إيه ده؟ شريط الماتش، شريط الماتش مش محتاجة حكم. الحكم ده لو خد أي ده كان بياخد أي صفارة، كان الناس كلها واللعيبة كلها فوق دماغه من أول دقيقة. بحيي جدا طاقم التحكيم، لأنه الرجل ده من عنده من الشجاعة ومن الرجولة إنه ما كانش خايف. وأعتقد إنه إذا كان وهو جوه الملعب بياخد القرارات دي، أعتقد إن تقريره هيبقى منصف للنادي الأهلي. ده بالنسبه للجانب الاداري وال خلي بالك حضرتك برضه يا كابتن، عشان مساله منصف النادي الاهلي كده كده صعب. لا انا 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 عايز مركز اول يا كابتن. يعني انا كنادي، انا حقي مش ممكن ابدا انت كلاعب انك تلعب في الجو ده، ده مش جو رياضي، استحاله يكون ده جو. كراسي بتترمى عليك، طوب بيترمى على الحكم، اللاعب ما بقى يجري لان الطوب كان بينزل عليه. اي اتحاد قاري او الكاف لما يشوف منظر زي ده، دي مش كوره، ده فيلم رعب. فده طبعا الجانب الاداري والجانب طبعا مجلس الاداره هو طبعا، انما حقنا كجماهير وحقنا بنشتغل في النادي الاهلي وتربينا في النادي الاهلي، حقنا مش هنسيبه، لان انا مركز اول، لان انا ماتش النجم الساحلي احنا اتظلمنا، وكمان امبارح احنا اتظلمنا، وانما الحمد لله ربنا بعت لنا حكم جيد. الجانب الفني يا كابتن، انا شايف انه فايلر الحقيقه كل يوم بيثبت لنا ان هذا الرجل عنده فكر عالي جدا جدا جدا، وبيقرا زي ما قال قبل الماتش في المؤتمر الصحفي، قال انا قريت فريق الهلال كويس وعاملين حساب كل صغيره وكبيره. والدليل على كده انه ما ابتداش بعلي معلول، وابتدى بايمن اشرف، والجبهه دي اقوى جبهه عندهم، وبالتالي قفلها مع اجاييه، وكان بدل ما كان مستني انه يتهاجم من ناحيتها بقى هو اللي بيهاجم من ناحيتها. خطوره كلها الشوط الاولاني وحتى الشوط الثاني، احنا شفنا ايمن اشرف على طول طالع، يعني بياخد ال 70 متر دي على طول. وبرضه بحيي ايمن اشرف، لان الراجل كان بيخش عليه بطريقه غير ادميه، ومع ذلك كان بيوقع الوقعه الصح بحيث ان هو ما يضربش. برضه ياسر اجاييه، يعني ياسر طبعا قدم مباراه ولا اروع. ايمن مروان طبعا كان رائع. عمرو السوليه، كلهم الحقيقه كانوا على مستوى المسؤوليه، وحتى الناس البدلاء اللي نزلوا، لكن ما فيش شك ان احنا ربنا نجانا امبارح، لانه الاولاد بعد المباراه احنا شفنا السبرنت اللي عملوه علشان يطلعوا من المباراه،
كان يهمني في المقام الاول ان اولادنا يبقوا سلام، ما يبقاش فيه حد يصاب. ولو انا تفتكر حضرتك وكان مع كابتن ابراهيم وقلنا انه نادي الهلال تصرف تصرف خطا بالخطاب اللي بعته علشان بيضغط على الحكم، وشفنا قد ايه الجواب ده اترجم في الملعب. اللعيبه من اول دقيقه يعني، في حتى والله واحد قابلني في الشارع قال لي يا كابتن ده من الدقيقه 5 في ولد رقم كذا ده المفروض يطرد لانه دخل بالستارز في قلب دي جي اظن يعني. ده باختصار كده، وهنتكلم طبعا على الامور الفنيه بعد كده ان شاء الله. طيب كابتن ابراهيم، هو احنا ليه لغايه دلوقتي بنشوف الكلام ده في افريقيا؟ هو دايما الحساسيات اللي موجوده بين العرب وبعضهم او بين البلاد بعضهم يعني منذ قديم الزمن، واللقاءات العربيه بيبقى فيها حساسيه غير طبيعيه. اولا الاعلام ليه دور غير طبيعي في القصه دي، لان هو بيأجج الصراعات اللي موجوده بين الانديه او بين البلاد العربيه وبعضها. فالاعلام ليه دور كبير جدا، ومفروض ان هو يهدي، المفروض ان الرياضه دي بتقرب الشعوب من بعضها، فيبقى الاعلام المفروض يبقى ليه دور ايجابي مش دور سلبي زي اللي احنا شايفينه بين البلاد العربيه. اللي احنا شفناه في ماتش الهلال الحقيقه ده اتكرر قبل كده، وزي ما قال الكابتن عادل برضه انا بركز، هي الذكرى بتاعت حادثه بورسعيد مأثره على الولاد. نمره اتنين التهور الغير طبيعي من اللعيبه بتاعت السودان بتوع الهلال، التهور الغير طبيعي في الدخول في التكالنج على الحكم، ادى 5 انذارات 3 للهلال و2 للاهلي عشان يمسك الماتش. الحقيقه وانا بضم صوتي لصوت الكابتن عادل، انا بحيي الحقيقه طاقم التحكيم لم يتاثر باي كلام عنه وانه عايز يتغير وحاجه، والحقيقه كل قراراته ايجابيه جدا. وبحيي طبعا الجيش السوداني ان هو حافظ على سلامه اللعيبه، وكان يهمنا فعلا في المقام الاول سلامه اللعيبه انها تخرج سلام. كون ان الشحن الغير طبيعي اللي قبل الماتش ده، يعني الله يكون في عون اللعيبه انهم قدروا يمسكوا نفسهم. الاتزان الانفعالي كان زي ما قلنا، الاتزان الانفعالي عند كل اللعيبه كان اكثر من رائع، وقدروا يحتفظوا بهدوءهم. وهم لو ما كانوش احتفظوا بهدوءهم وجاروا لعيبه الهلال في العنف الغير طبيعي اللي ابتدوا بيه الماتش، كان الامور هتخرج عن السيطره. فانا بحييهم. نمرة 2 برضو بركز على النقطة اللي قال عليها الكابتن عادل، خطف مني كل الكلام. الأول احنا لما بيجي التشكيل نقول ازاي علي معلول ما يلعبش، فبرضو الراجل الحقيقة الطاهر ده، أسعد الطاهر ده من أحسن اللعيبة اللي بتلعب ناحية اليمين، فبالتالي الجانب الدفاعي مطلوب كتير، وعلي معلول هو بالناحية الهجومية عنده أكتر شوية. طبعا هو طبعا جيد جدا في الناحية الدفاعية، إنما الناحية الهجومية عنده أكتر، فكان لازم يعمل ديفنس ليه إنه يوقف له واحد أيمن أشرف يقدر، وهو جديد بالحتة دي بيقدر يتعامل معاه كويس، فوقف أخطر جبهة اللي هي ناحية اليمين. فتحية ليه الحقيقة، واضح ان هو درس الفرقة كويس. تحية لكل اللعيبة الحقيقة انهم ادوا الماتش في الظروف الغير طبيعية دي، وتحية للإدارة ان هي سندتهم، والكابتن محمود الخطيب ان هو حس بأهمية الماتش، وانه راح رئيس البعثة فكان ليه دور برضه كبير جدا ان هو يهدي الامور. والإدارة برضه بتاعت نادي الهلال الحقيقة كان ليها دور في التهدئة. قلة من الجمهور هم اللي عملوا شويه الشوشره دي، فاحنا برضو مش عايزين نحمل الشعب السوداني. الشعب السوداني بتربطنا بيه علاقات تاريخيه منذ الازل، وما زالوا ناس طيبين جدا وبيحبونا، فمش عايزين نربط شويه الناس اللي عملوا المشاغب ده بالشعب السوداني او الجمهور بتاع الهلال. تحيه ليهم، واتمنى طبعا الحمد لله ان الولاد اللعيبه رجعوا بسلامه. الناحيه الفنيه طبعا مش هنتكلم عليها، لان هيجي في النما الظروف اللي حطت بالماتش كويس انها خرجت كده. وانا برضو بقول
لو الحكم كتب في تقريره الظروف اللي حصلت متهيألي، وانا سمعت ان الكابتن سيد عبد الحفيظ قدم احتجاج للكاف على اساس انه يحسب لنا الماتش لينا انه فوز، يعني سواء فوز او تعادل يعني، فاحنا دخلنا الدور الثمانيه. وطبعا الناس كلها كان يهمنا يقول ان احنا نبقى الاول عشان نلعب التواني. النادي الاهلي ما بيهموش البطل، ما بيهموش يلعب مين، ان شاء الله يلعب اي حد، ان شاء الله هو جدير ان هو يفوز عليهم، وان شاء الله باذن الله نحقق البطوله السنه دي باذن واحد احد ان شاء الله. كابتن حشيش، هل النادي الاهلي فرط في الصداره، ولا من وجهه نظرك النادي الاهلي كان هناك ظروف اخرى حالت دون ذلك؟ لا، الحقيقه الاهلي طبعا ما فرطش في الصداره، هي ظروف المجموعه من البدايه والمباريات، وهنرجع نقول مره واثنين وثلاثه، المباراه الاولانيه لخبطت الترتيب والمعطيات كلها. طبعا المباراه بتاعه النجم الساحلي في تونس اللي هي طبعا خسرناها، هنقول برضو نفس الكلام بفعل فاعل، هي دي اللي لخبطت من البدايه. ومع ذلك النادي الاهلي كان متصدر لغايه الجوله اللي هي قبل الاخيره، اللي قبل مباراه الهلال. وفي مباراه الهلال كان الاهلي الاحسن والمتسيد وكان كسبان. الجون اللي جه او الهدف اللي جه ده جه نتيجه برضو لظروف خارجه عن اراده اللعيبه، اللي هي بعد التوقف اللي حصل نتيجه طبعا للظروف اللي حصلت، وده ادى الى عدم تركيز، لان انت بتلعب تحت ضغط جماهيري فظيع من جماهير السودانيه. الواحد بصراحه انا يعني على وجه الخصوص كنت مستغرب، لان انا طلعت قبل الماتش وقلت ان احنا الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا ده مش هيحصل منه حاجه، وشعب السودان احنا فيه اواصر نسب ودم بينا، انت لو شفت اي واحد اسمر في القاهره بتبقى متلخبط، ده من نوبه ولا من السودان ولا من اسوان ولا احنا تقريبا نسيج واحد، يعني طول عمرنا عارفين بلاد مصر والسودان. فان كون الكلام ده يحصل دي كانت مفاجاه كبيره ليا، يعني وبالشكل اللي حصل. والحقيقه الاحداث دي والضغط العصبي الكبير اللي هو من قبل الماتش واثناء الماتش من الجمهور، كتر خير قوي اللعيبه انها بتلعب تحت الضغط ده وحاطه في دماغها التاهل. العنف اللي كان مبالغ فيه، انا كنت حاسس لو في حكم غير الحكم اللي كان موجود ده الحقيقه كان ممكن الماتش يبوظ خالص، لان الحكم كان ممتاز وكان عنيف مع الفرقتين من البداية، انذارات عشان يحاول يوقف العنف اللي غير مبرر اللي كان موجود، فادى كروت من البداية. ولكن يعني أنا الانفعالات المبالغ فيها من جمهور السوداني في الفترات الأخيرة، أنت أولا طول الماتش لو تتفرج على المباراة النادي الأهلي أحسن في كل حاجة، في الاستحواذ وفي اللعب وفي الهجمات وفي الخطوره. انت جبت احرزت هدف، وكان ممكن كهربا يحرز الثاني، وكان الماتش كان ممكن انتهى. فايه الداعي ان انت فرقتك ما عملتش حاجه وتتلكك على اي حاجه من الحكم؟ فبرضه كانت القصه يعني صعبه، كان ممكن يبقى في تعبير عن الغضب باشكال ثانيه غير الكراسي والطوب والحاجات دي، انما طبعا الكلام ده كله طبعا راح لحاله. اهم حاجه بالنسبه لنا التاهل، بس احنا برضه المكسب حته اول دي قبل ما كنا هنلعب مع تواني يا كابتن ابراهيم، احنا خسرنا برضو ميزه انك ماتش الاياب يبقى عندك في القاهره. كابتن احنا خدنا مباراه الصفاقسي كنا بنلعب بره، المباراه الثانيه كانت بره. تمام. فانا عايز اقول لك ان يعني الظروف المحيطه بالمباراه، والمباراه على فكره اللي قبلها برضو اللي كانت نجم الساحل، احنا كنا متفقين ان المباراه دي احنا عايزين على الاقل ناخد منها الاربعه بونط عشان نصعد. احنا مش محتاجين اداء، مش محتاجين لعب، احنا محتاجين رجوله. اللعيبه كانت فعلا كلهم بلا استثناء، سواء ال11 اللي في الملعب او على دكه الاحتياط، كانوا اكتر من رجاله، والحمد لله يعني كل واحد عمل اللي عليه. بنبارك لهم، بنبارك لمجلس الاداره، وطبعا بنبارك لهم الاهم على سلامه الوصول يعني. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن مسيرة النادي الأهلي للوصول إلى دور الثمانية ونرجع نكمل مع حضراتكم.
يسير رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخطوات ثابتة في قيادة السفينة الحمراء، سواء كان ذلك في بطولة الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تحمل طبيعة خاصة وظروفا صعبة للفرق المصرية بسبب الأجواء داخل القارة السمراء. فايلر الذي نجح بالوصول بالأهلي إلى العلامة الكاملة من 12 مباراة خاضها بالدوري حقق خلالها 12 انتصارا منح الأهلي صدارة جدول الدوري ب 36 نقطة، واجه اختبارات صعبة في الأدغال الإفريقية، لكنه كان دائما ثابتا متشبثا بروح الأهلي وقدرته على تخطي الصعاب، حيث حجز بطاقة التأهل لدور ثمانية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا رغم ظروف المجموعة المتشابكة، حيث نجح في الفوز بثلاث مباريات على أرضه وتلقى خسارة واحدة بفعل فاعل أمام النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مباريات المجموعة بعد تعرض أيمن أشرف لطرد غير مستحق في بداية المباراة، بجانب التعادل في زيمبابوي في أجواء صعبة للغاية أمام بلاتينيوم، كما أنه كان قريبا من تحقيق الفوز على الهلال السوداني في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات بملعب الجوهرة الزرقاء لولا أعمال الشغب التي حدثت في الأوقات الأخيرة من المباراة من قبل الجماهير السودانية التي جعلت حكم المباراة المغربي رضوان جيد يقرر إيقاف اللقاء لمدة زادت عن 10 دقائق. وبالطبع تلكم الأحداث كان لها تأثير على الفريق الأحمر الذي خرج متعادلا في الأوقات الأخيرة، لكن التعادل ضمن له التأهل للدور ربع نهائي. ووسط تلك الظروف والمعوقات وضع فايلر يده على التشكيلة المناسبة لكل مباراة، سواء من خلال التشكيلة الأساسية التي يخوض بها اللقاءات أو التغييرات التي يجريها المدير الفني وفقا لمجريات اللعب. كان آخرها الدفع بأيمن أشرف على حساب علي معلول في مركز الظهير الأيسر خلال موقعة الجوهرة الزرقاء، هو تغيير تكتيكي بحت كشف عن قراءة جيدة للمدرب السويسري للمنافسين، لا سيما أنه لم يكن التغيير الوحيد له خلال الفترة الماضية، بل يعكف دائما على وضع خطته بناء على إمكانات المنافس ونقاط القوة والضعف فيه من خلال قراءة أوراقه ومشاهدة عدة مباريات له. الجماهير الحمراء تعول كثيرا على المدرب السويسري في قيادة الفريق لتحقيق مزيد من البطولات التي بداها بحصد لقب السوبر المحلي، ثم تصدر جدول الدوري بعدها تأهل لدور ثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يمني عشاق الأهلي أنفسهم بأن تستمر مسيرة فايلر الناجحة ليصعد بالأهلي إلى منصات التتويج في البطولات المختلفة خلال الفترة المقبلة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن عادل، الأهلي صعد كتالي لهذه المجموعة، وبالتالي سيقابل أحد الثلاث فرق سواء مازيمبي أو سانداونز أو الترجي التونسي. هل تفتكر أن هناك صعوبات قد تواجه نادي الأهلي خلال الفترة القادمة ولا لا؟ والله بالنسبة لمازيمبي أنا ما أحبش أن احنا نروح الملعب هناك، صعب جدا وضيق وهم حافظينه، وحتى الملعب الزار مش بتاع كرة قدم لأنه متخطط بالعرض ضرب اللعبه اللي هي بتاعه البيسبول دي ولا حاجه كده، مش ف يعني الترجي بالنسبه لنا مصر وتونس في ملاعب وفي جمهور ومتعودين على الماتشات دي باستمرار وما فيهاش اي. وسان داونز طبعا احنا لعبنا قبل كده صحيح، كانت يعني ذكريات بس ما تتكررش تاني ان شاء الله يعني. انما سان داونز جنوب افريقيا بلد يعني متحضره وفرقه كويسه بتلعب كوره، ما فيش العنف، في جمهور، ما فيش مشاكل بالنسبه له، وكذلك الترجي. اللي انا اتمناه فعلا ان الاتحاد الافريقي قبل الاربع ايام دول ياخد قرار بان احنا بناخد المركز الاول، علشان نمره واحد برضو لما تكون انت بتلعب يا كابتن في ملعبك في البدايه في الملعب المنافس، وبعدين الماتش الثاني بتبقى برضو بالنسبه لك هناك لما تروح بتكسب واحد بتتعادل، تقدر هنا مع الشحن الجماهيري مع الهدوء مفيش مشقة سفر، بتبقى برضو بالنسبة لك بتبقى فرصة أحسن. لكن يعني لو الاتحاد الأفريقي ما خدش القرار
اعتقد اتمنى يبقى الترجي او صن داونز. يعني مازيمبي ده يعني حتى السفر بتاعهم برضه فيه في مشقه، وطبعا الاقامه يا كابتن. انا شخصيا بشوف ليا ذكرتين انا ليا اثنين. واحده هم عكس اللي حضرتك بتقوله، بمعنى ان انا اتعادلت مثلا مع النجم الساحلي هناك وجينا اتغلبنا هنا 3-1، وتعادلت مع الصفاقسي هنا 1-1 وكسبت الصفاقسي 1-0 هناك. فهي انا بالنسبه لي يعني ما اعرفش، هو الجيل اللي انا كنت موجود فيه هو حصل لنا المرتين ده الاستثناء. تاني مره تاني مره القطن الكاميرون برضه هناك كسبنا 1-0 هنا وبعدين 2-1 هناك. انا بقول الاريح للاعيبه انك انت الماتش الاولاني اللي هو اما ليه خلوا المركز الاول فضلوه ان هو يبقى المركز الماتش الثاني مش بياخد ميزه؟ طبعا. يعني دي مش ميزه؟ ميزه طبعا. دي ميزه طبعا. ما هي ميزه كانت هتبقى اريح في السفر. مش معترض على كلام حضرتك، انا بقول لك انا كاسلام كل المواقف عكس اللي حضرتك، كل مواقف انا يعني في النادي الاهلي عكس اللي حضرتك بتقوله ده تماما. انا سافرت النجم الساحلي اتعادلت 0-0 ورجعت اتغلبت هنا في ملعبنا في استاد القاهره، كسبت اتعادلت مع صفاقسي هنا 1-1، رحنا اتغلبنا هناك كسبنا 1-0 خدنا البطوله. القطن الكاميروني نفس الكلام، اتعادلنا هنا مش عارف ولا كسبنا 1-0 هناك روحنا كسبنا. خلاص طالما عكس كلامي يبقى الميزه بتاعت الديات نلغيها، ما فيش مشكله. نلغي الميزه ديت، يعني هي ميزه الكاف مديك الميزه ديت، فانا الميزه ديت طالما موجوده طبعا المفروض اتمنى ناخدها. فانا اذا وبعدين انت عارف النادي الاهلي في ثلاث بطولات زي ما انت قلت، اظن 2001 ومش متذكر التاريخين التانيين، احنا فعلا كنا طالعين مركز تاني وخدنا في الثلاث مرات الثلاث بطولات زي ما انت قلت. ليه؟ لانك النادي الاهلي وفي اجيال فيها البطوله بالظبط، تكوينها كل مراكزها خبرات دوليه، مجموعه متجانسه، في فريق كان مبني صح، فريق مبني على قدرات فنيه عاليه مع مدير فني رائع، مع اداره كانت اظن كل ماتش انتوا بتلعبوه على طول في طياره خاصه، وزي ما بيحصل دلوقتي. انا بستشهد باللي انا، لان انا ده اللي انا يعني متاكد منه دلوقتي. يعني بقيه طبعا اكيد في حصلت قبل كده، والنادي الاهلي اعتقد خد كوتوكو هناك ولا هنا؟ كوتوكو هناك. لا كوتوكو هناك الاولاني هنا بالظبط. كسبنا هنا 3 وتعادلنا هناك 1-1. ليفنتس النيجيري والنيجيري الاولاني هنا والثاني هناك. ده يا كابتن كانوا نيويندي، خلي بالك ده استثناء. ده استثناء، انما مش قاعده. القاعده بتقول ان انا بدل ما انا العب هنا وبعدين هو يروح مقفل وانا افضل اضغط ويبقى عامل حساب الماتش الثاني. الكلام ده ممكن يحصل مع فرق متوسطه، انما فرقه بحجم النادي الاهلي ما بتفرقش بقى معايا هنا او هنا. انما انا بقول بتمنى ليه؟ لان السبع مجموعات، السبع انديه اللي داخله انديه قويه. بتمنى اذا احنا في المركز الثاني يبقى اللاعب يا الترجي يا صن داونز. ليه؟ لان قلنا طبعا الملعب مازيمبي طبعا ملعب صعب جدا، لكن برضو اداره النادي ما اعتقدش انها هتفوت الفرصه ديت، وما اعتقدش ان الحكم اذا كان هو كان راجل جدا في وسط صراحه كان رائع. يا كابتن ده في جول هايل، في جول اللي هو في الاخر خالص، اللي هو في الاخر كتير يا كابتن. واضح ده كويس ان هو ده. اقول لك ايه على رايك والله، ممكن حد تمشي لو هو بالجماعه الافارقه يعني كان هيعمل ايه؟ لا ما كلهم افارقه كان ولا كان، وراح جري على السنتر وطير النادي الاهلي ضيعنا. فانما فعلا الاثنين لاين مان والحكم حاجه يعني بصراحه، ده رايح كاس عالم اكيد بعد اللي حصل ده 100% الكاف واعصابه حديد. مش ممكن يا كابتن، ده كل ثانيه كل صفارة خمس ست لعيبة الفرقة كلها راحت له، لدرجة ان الولد حارس المرمى اعتقد انه شتمه، لدرجة ان هو طلع الكارت. مش كده؟ وهم خارجين بين الشوطين. لا قبل كمان يا كابتن. طلع الكارت وبعدين قال له تعالى، ما رضيش يجي، فده كان اثناء الشوط الاولاني. ده وهم خارجين يا كابتن. وهم خارجين كمان. خد الدرس بالظبط. بين الشوطين. خد الكارت بين الشوطين. بالظبط. كل دقيقة يا كابتن بيعترضوا عليه وهو متماسك جدا وجمهور زي ما انا قلت لك يوم الجمهور بيصرخ على طول من اول الماتش لحد اخره. فالراجل ده وبعد يا كابتن ايه بعد اذنك
الجون اللي لغاه بعد فترة التوقف وبعد المنظر شافه من نزول الناس والشرطة وبتاع، يعني إذن الأحداث كانت بتتصاعد. بعدين مدي 13 فأي واحد دي ممكن في الفترة دي كان ممكن بقى خلاص يعني شاف الرعب اللي موجود ده والقصة اللي حصلت، كان ممكن برضو أسلامي على الجون يمشي، إنما يحسبها في الفترة دي يعني لا، هايل بصراحة هايل. ربنا ينصرنا إن شاء الله، لأن الماتش ده لما بنعديه بالشكل ده واللعيبة بتلعب في الأجواء ديت، أنا بقول إنها أجواء ما أعتقدش إن مرت على أي لاعب في العالم، إن جيش حوطك وناس بترمي عليك كراسي وأزايز ومش عارف إيه. ده أنا بيقول لك الكهرباء ضيع جول، ده لازم يضيع جول، لازم يضيعه، ده نازل مرعوب، ده نازل والجيش حوالين اللعيبة. الحكم ما طلعش غير بعد أظن ساعة ساعة وشوية، موقفين في وسط الملعب، اللعيبة بتاعتنا ما طلعتش. لا ده العملية دي أعتقد أنه أي مسؤول في الكاف لازم هياخد القرار، وأنا إن شاء الله هنبشرك بالخير إن شاء الله أن الكاف هياخد القرار، أن إحنا يا رب إن شاء الله إن شاء الله. وحتى يا كابتن لو ما خدش قرار، إحنا برضو إن شاء الله النادي الاهلي باذن الله تعالى يوصل للادوار النهائيه، يدخل بقى رمضان ويدخل المجموعه نتكلم ان شاء الله. احنا عاملين لها تقرير. طيب كابتن ابراهيم، يعني كلنا بنتكلم عن ايمن اشرف ان هو لعب مكان علي معلول، واداره فايلر لهذه المباراه بشكل ذكي الحقيقه طوال هذه المباراه، لكن ايمن اشرف انا بشوف ان البعض بيهاجم ايمن اشرف خلال الفترات اللي هو بيلعب فيها، معرفش ليه الحقيقه. ايه رايك في هذا؟ لا هو كم ماتش كان يعني بدلك انه بيعمل فاولات في حتت مؤثره جدا، وخد كارتين في ماتش لعبنا ناقصين ايمن اشرف، انه طرد في ماتش حصل على انذارين. هو بيبقى الحماس واخده شويه، انما هو لعيب بيلعب في أكثر من مركز، بيلعب مساك سايد باك وبيلعب باك ليفت، ودي ميزة للمدرب إنه بيقدر يعمل تغييرات في من داخل الملعب. فأنا شايف إن دي ميزة. الناس اللي بيتهاجموه ما كانش فايلر معتمد عليه في المكانين، يعني معتمد عليه مرة بيلعبه مساك ومرة بيلعبه باك ليفت وبيجيد في المكانين. أنا بس هي حتة إنه هو في تهور شوية وبياخد انذارات كتير، ويعني لازم يبقى الاتزان الانفعالي عنده يزيد شويه، بيقدر يحفظ يعني الدخول بتاعه يبقى في الاماكن المؤثره، ما يعملش فاولات مؤثره على النادي الاهلي. انما انا شايف ان هو لعيب اكثر من رائع ومفيد جدا في المكانين. ف بالنسبه للسؤال برضو اللي وجهته للكابتن عادل، انا شايف ان البطل ما يهموش يلعب مع مين. اما زيمبي فعلا الملعب سيء وكل حاجه، انما البطل اللي هو بيبص ان هو يكسب البطوله ما بيبصش هيلاعب مين ولا في ملعبه ولا خارج ملعبه. لا وأنا لو عندك ميزه زي ما الكابتن عادل قال لو ينفع تاخدها، لا ينفع ماشي ما ينفع. لا انا بقول البطل ما يهموش هيلاعب مين سواء داخل او خارج. مجموعه اللعيبه اللي موجوده والجهاز الاداري والفني الحقيقه بيملكوا من الامكانيات المهاريه والتكتيكيه جوه الملعب بحيث يقدروا يتجاوزوا اي ماتش. والدليل الماتش الاخراني بتاع الهلال ده، مش اي مجموعه لعيبه تقدر تلعب في الجو الملتهب دوت والطوب والكراسي، مش اي مجموعه لعيبه تقدر تحتفظ باعصابها وتقدر تكمل الماتش بهذه الطريقه. انا شايف ان باذن الله المجموعه اللي موجوده بالجهاز الاداري والجهاز الفني ومجلس الاداره واقف وراهم في كل تحركاتهم، انا شايف ان احنا ان شاء الله باذن الله هنتجاوز كل العقبات اللي جايه، سواء هنلعب بره سواء هنلعب جوه، وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك في اللقاء اللي قبل كده، الماتشين ان شاء الله باذن الله هنكسبهم، ان شاء الله باذن الله البطوله للنادي الاهلي السنه دي. يعني دي بعض البطولات اللي النادي الاهلي خدها من خارج الارض كتاني للمجموعه، يعني او ده القطن الكاميروني 2-2 اعتقد 2-2 التعادل كان 2-2 وفي القاهره كسبنا 1-0 او 2-0 بالظبط كده. طيب كابتن حشيش، انا عايز اقول لك بالنسبه للبطولات بالمصادفه، يعني انا حضرت 5 بطولات افريقيه خدناها معظمهم بره،
كوتوكو كان بره النهائي، ليفنس الناجيري كان بره، كانون ياويندي كان بره، سجارة الجابوني كان بره، كلهم خدتهم. الاخيره الهلال هنا في مصر كلهم خدتهم. كلهم خدنا يعني اربعه جوه اربعه بره واحد جوه بالظبط. يعني بالمصادفه يعني. بس هو الاساس فعلا ان المباراه تكون الثانيه احسن لك هنا يعني. مليون في المية. ده اكيد ده مليون في المية. والا ما ميزه والا ما كانوش عملوها ميزه يعني. يعني طبعا مهمه، بس انا عايز اقول حاجه، البطوله دي ان شاء الله لو ربنا كرم وحققناها انا في رايي هتبقى من اصعب البطولات، بادئه في دوري المجموعات صعبه جدا. كل الفرق اللي اتاهلت كلها فرق خدت البطوله قبل كده. بالظبط السبع فرق النادي الاهلي طبعا يعني كلهم خدوا البطوله يا كابتن عادل، يعني كلهم عندهم خبرات. كاس عالم عدا نادي الزمالك بالظبط كده. فانت عندك فرق كاس عالم الانديه طبعا. كاس عالم الانديه فرق كلها طبعا قويه، كل واحد عنده جمهور كبير جدا، عنده خبرات كبيره جدا، متمرسين في افريقيا، تاريخ في افريقيا. فانت ما تبصش بقى على مين، سان داونز، لا مازيمبي، لا الترجي، انت بتعمل الشغل بتاعك وبتستنى بقى القرعه هتجيبك مع مين. الاستعداد لازم يكون استعداد كبير قوي، زي ما بيقولوا بقى ايه فتره يعني التريح شويه، المجموعات انت ممكن ماتش تريح اللي مش عارف ايه تكسب ماتش، انما دي ماتشين تطلع للدور اللي بعده. الادوار اللي جايه كلها صعبه من البدايه، فلازم يكون استعداد قوي جدا، تركيز، بتطلع كل اللي عندك بقى، سواء بدات جوه وطلعت بره، سواء العكس. ربنا يعني يوفقك طبعا، واللعيبه كلها تبقى مركزه وحاطه قدامها هدف واحد هو البطوله ان شاء الله باذن الله. ولو فرقتين لعبوا ثلاث فرق التواني هيلعبوا الاربع فرق التواني هيلعبوا الاربع فرق الاوائل صح؟ تمام. طب لو الاربع فرق التواني كسبوا وارد. وارد طبعا طبعا. زي ما انت قلت اللي احنا بنقوله الثمان فرق دول طبعا. في الثمان جامدين برضه على فكره، الفرق دول جامدين جدا جامدين جدا يعني. لكن انا بتكلم في ان لو هل هتبقى المباراه الاولى هتتحسب ازاي؟ انا مش عارف والله. بس يعني لو الاربع فرق عارف يا استاذ، اعتقد الفرق ما بين الاول والثاني في معظم المجموعات كبير. لا الاول والثاني في حاجات بسيطه يعني. احنا والنجم فرق نقطه او نقطتين. احنا ومين يا كابتن؟ احنا والنجم في مجموعتنا احنا يعني. اوكي. لكن مثلا الزمالك ومازيمبي، عايز اقول لحضرتك ان 14 و 19 و 9 فرق برضه، 5 بونت. سان داونز والوداد 14 و 9 فرق، 5 نقاط. الترجي والرجاء 11 11 واللي بعدهم 7. فيعني في اهو مجموعتين قريبين قوي من بعض، الاول والثاني. بالظبط. هي المجموعه الاولى والثالثه زي بعض، نفس الفرق 14 9 14 9 الاولانيه والثالثه. ايوه الاولانيه والثالثه، يمكن هم دول اضعف يعني، او مش اضعف، اقل المجموعات. بالظبط. يعني شويه. والثانيه والرابعه زي الترجي والرجاء يعني. انت عندك يا كابتن عادل، كابتن حشيشه، كابتن ابراهيم، مازيمبي والزمالك فرقتين كبار، النجم الساحلي والاهلي فرقتين كبار طبعا، سان داونز والوداد الرياضي فرقتين كبار، الترجي والرجاء. انا بشوف العمليه جديده. قصه صعبه صعبه جدا. هي ممكن الميزه ان انت تلعب حتى دي، والله مش عارف يعني مش عارف تحسب ازاي بصراحه. انت عارف اسلام يعني ان انت من اول الدور اللي جاي ده كانه نهائيات. بالظبط كده، كل كانه نهائي اتعمل قبل كده، اللي بعده اصلا يعني مفيش، مش بيتدرج زي كل مثلا سنه الدور الاولاني بيبقى مثلا كذا وبعدين وبعدين، لا كل الفرق. اتفضل. كويس، شكرا سمير. الثمان فرق الحقيقه على مستوى نهائيات من البدايه. نهائي من البدايه، من دو من اول دور الثمانيه نهائيات لغايه دور الاربعه والنهائي كلها نهائيات. بالظبط يعني ممكن تبقى نهائيات يعني. شوف الثمان انديه، السبعه كل واحد فيهم هيتمنى انه ما يوقعش مع الاهلي. مظبوط ولا بالظبط. لانه النادي الاهلي طبعا اكتر واحد واخد بطولات، عنده مجموعه، اللعب في استاد القاهره او في السلام قصه تانية. النادي الاهلي عامل فرقه قويه، جهاز فني قوي، اداره قويه، وبالتالي يعني الانديه ديت احنا بنقول ان دول سبعه جامدين طبعا. ايوه عندهم كوره كويسه، انما برضو لما نبص للنادي الاهلي هنلاقي السبعه كل واحد فيهم ما يتمناش انه
يقابل النادي الاهلي. وما تقدرش يا كابتن عادل تقول في واحد كعبه عالي على لا 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 لا، لان هتلاقي مثلا اهلي ترجي كلهم قريبين، ده كسب وده يعني فما فيش مثلا زي اقول لك اتمنى انا مثلا كعبي عالي عليه ممكن العب مع ده، لا كله لا، وكلهم المره دي مختلف، وكلهم كسبوا، كلهم كسبوا بطوله افريقيا قبل كده. اه بقول لك كلهم ابطال الفنيه، بس الفرق ان النادي الاهلي واخد اكتر، النادي يعني الاهلي واخد اكتر، انما انا بقول يعني 8 هم بقى اللي فواحد اثنين يعني النادي الاهلي واخد اكتر يعني. فدي برضو علشان كده انا بتمنى ان شاء الله الكاف ينصفنا في الحته ديت، ان لما تلعب الترجي في تونس الاول وبعدين تقابله هنا برضو بتبقى حنين. بالتالي ممكن الادوار اللي بعد كده تبقى بال هو زي ما قال الكابتن اسلام بالقرعه بقى هتتعمل ازاي لو التواني كسب الاربع تواني كسب. بس خلي بالك في الحالات اللي زي دي في الثمان فرق يعني زي دول ثمانيه كبار لما تيجي تتكلم ممكن الاربع تواني يكسبوا الاربع اوائل، هو عادي جدا اتوقع عادي جدا اتوقع يعني وارد. هل يعني ان شاء الله الاهلي يكسب، ممكن يكسب سان داونز، ممكن يكسب النجم، ممكن يكسب مازيمبي، الزمالك ممكن يكسب النجم، ممكن يكسب سان داونز، ممكن يكسب الترجي بالظبط، الوداد ممكن يكسب النجم، ممكن يكسب يعني كلهم ممكن يكسبوا بعض، قريبين كلهم، قريبين كلها فرق قريبه، فرق بطولات كلها وفرق قويه ولها باع كبير، فمباراه صعبه صعبه يعني. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن الفرق الصاعده لدور الثمانيه بما اننا بنتكلم عنها ونرجع نكمل مع حضراتكم. كما قالوا من يخطب الحسناء لم يغله المهر، ثمانية فرسان يتنافسون للظفر بالأميرة السمراء. بعد أن أزل الستار على نهائيات دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا موسم 2019-2020 شهد دور المجموعات انتصارات وانكسارات، ليتأهلا للربع نهائي ثمانية فرسان يبحثون عن التتويج بالأميرة السمراء، ثمانية أبطال سابقين وتسعة وعشرون لقبا يزينون منافسات ربع نهائي المسابقة القارية، هو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال إفريقيا. تأهل من المجموعة الأولى كل من مازيمبي الكونغولي الذي توج بالبطولة خمس مرات من قبل في المركز الأول برصيد 14 نقطة جمعها من أربعة انتصارات وتعادلين، سجل لاعبوه 11 هدفا كأقوى خط هجوم في دور المجموعات، استقبلت شباكه 4 أهداف. جاء الزمالك صاحب 5 ألقاب في المسابقة القارية وصيفا برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، سجل لاعبوه 5 أهداف، استقبلت الشباك 4 أهداف. في المجموعة الثانية فك النجم الساحلي التونسي والأهلي طلاسم المجموعة ليتأهل الثنائي إلى الربع النهائي وفي جعبتهما 9 ألقاب قارية. تأهل النجم الساحلي صاحب اللقب الوحيد في المركز الأول برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين، سجل لاعبوه 8 أهداف، استقبلت الشباك 3 أهداف. بينما تأهل الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء ب8 ألقاب وصيفا برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة بفعل فاعل، سجل لاعبوه 7 أهداف، استقبلت الشباك 4 أهداف. في المجموعة الثالثة تأهل صن داونز الجنوب إفريقي بطل نسخة 2016 في المركز الأول برصيد 14 نقطة كأكثر الفرق حصدا للنقاط في دور المجموعات من 4 انتصارات وتعادلين، سجل لاعبوه 9 أهداف، استقبلت الشباك 3 أهداف. بينما جاء الوداد المغربي بطل إفريقيا مرتين في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 2 انتصارين و3 تعادلات وهزيمة واحدة، سجل لاعبوه 10 أهداف، استقبلت الشباك 6 أهداف. أخيرا تأهل الترجي التونسي صاحب 4 ألقاب قارية وحامل اللقب في آخر نسختين كأول المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، سجل لاعبوه 7 أهداف، استقبلت الشباك 3 أهداف.
بينما تأهل الرجاء المغربي صاحب 3 ألقاب للربع النهائي للمسابقة القارية كثاني المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة. سجل لاعبوه 6 أهداف، استقبلت الشباك 4 أهداف. تشهد منافسات دوري أبطال إفريقيا سيطرة لأندية عرب شمال إفريقيا، حيث يتواجد 6 أندية من أصل 8 أندية تأهلت لربع نهائي المسابقة القارية. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه كابتن عادل برضو خلاص عدت مرحله، اتقفلت هذه المرحله وبالتالي الكل سينظر الى المباريات القادمه. هنتكلم بشكل عام ان المباريات القادمه عندنا الشهر ده كله تقريبا مباريات محليه باستثناء مباراه السوبر، حتى مباراه السوبر بتعتبر محليه وبالتالي مش سوبر افريقي، يعني مش الناس بتاخد بالها من الكلام ده قوي يعني سوبر محلي يعني. فالشهر كله هيبقى كده، من وجهة نظرك فايلر هيتعامل ازاي خلال هذا الشهر لغاية اخره، يعني اللي هو مباراة دور الثمانية؟ الراجل ده تفكيره قبل ما يجي النادي الاهلي خد شرايط وقرى تاريخ النادي الاهلي وعرف امكانياته ايه وعرف تاريخه ايه وعرف النادي ده نادي بطولات وعرف كل انجازاته وابتدى يحط خطته بالجهاز المعاون اللي معاه. ومجرد ما جه كابتن اول ماتش في افريقيا كان بره افريقيا، وقلنا قلنا هنا مع حضرتك ان 80% لاعبين و20% هو كان اظن بعد 3-4 أيام مسافر وبعديه على طول السوبر مع الزمالك، وراح قلنا برده 70-30، فاجئنا ان هو عمل 50-50 ولعب اجاير راس حربه، والاول مره النادي الاهلي الشوط الاولاني 3-0 ثم اصابتين سردباكين والاخر. الفكر بتاع الراجل ده زي ما انا قلنا برضو قبل كده، جوارديولا نفس مدرسة جوارديولا ان هو بيلعب بالعشرين لعيب ما اعتمدش على 11، لذلك تبص تلاقي ياسر في اوقات معينة بيلعب، ايمن اشرف، رامي، محمود متولي، سعد سمير قبل ما يصاب، على طول التدوير عملية التدوير، وبعدين ما عندوش كبير وصغير، علي معلول يقعد احتياطي ماتش مهم زي ده فكر بتاع راجل محترف بيعرف يعني ايه يقنع اللاعب، واللاعب يبقى مقتنع انه بيفكر فكره انا عايز اخد ايه من المباراه ديت، مش مهم انت تلعب بس انا بفكر انك انت تبقى عامل حسابك ان انت ترس من ضمن تروس النادي الاهلي، انت موجود انا محتاجك الماتش ده هتلعب، مش محتاجك تبقى قاعد ومقتنع وبتشجع زميلك اللي بيلعب في مكانك. نفس الفكر ده يا كابتن، ما اعتقدش انه هيغيره، هتبص تلاقي ماتش بيراميدز اللي جاي والماتشات اللي بعديها هتلاقي نفس الاداء برضو، هيبتدي يدفع بكهرباء فترات اطول، الراجل الفيرود الجديد بادجي هيبتدي يديله اوقات كتيره، هو دلوقتي بقى لعب ماتشين 3 دقائق في 3 دقائق، هو امبارح منزله يعني تضييع وقت 10 دقائق يعني تضييع وقت يعني الراجل اللي بيلعب في الوقت الضايع، ومع ذلك فكره انه وانا كسبان وهم ضغطونا في الفتره دي شويه، فكره برضه مش دفاعي، لا ده انا بلعب براس حربه تاني علشان ان انا اجيب الجول التاني والاخر. في وسط الملعب بتبص تلاقيه اكتر من مره بيروح مريح دي جي وبينزل محمود متولي في المكان ده، ودايما ما بيفاجئش اللاعب انه بياخده كده من الدار للنار زي ما بيقولوا، لا محمود متولي قبل ما بيلعب الماتشات المهمه تبص تلاقيه يديله ربع ساعه في ثلث ساعه لحد لما يشوفه ويقتنع بادائه. اعتقد انه في الفتره اللي جايه كل الماتشات اللي جايه هيبتدي عمليه التدوير هتبقى اكتر، هيبتدي يدفع يمكن بمحمود وحيد، علي معلول كان مجهد الماتشات اللي فاتت، ابتدى ايمن اشرف ممكن يدخل، ممكن ايمن اشرف يرتاح ويبقى علي معلول اللي بيلعب، اكيد احمد فتحي كان هيلعب المباراه ديت كنا كلنا متوقعين ان هو يلعبها، ما اعتقدش ان هو هيبعده عن ماتش الا اذا كان مصاب، اعتقد ان هو مصاب كدمه، خد كدمه في الكاحل فاذا اللي بقى بعدته عن مباراه الهلال فاذا هي الحاجه حاجه بسيطه ممكن جدا، وزي ما انت قلت يا كابتن حشيش انه
سلامة اللعيب عنده أهم من أي حاجة. صحيح. وبالتالي أحمد فتحي أعتقد إن لو هو سليم إن شاء الله الماتش اللي جاي هيكون موجود، لأنه عملية التدوير دي مهمة جدا، وهو بيعملها مش بيعملها عشوائي يا كابتن، بيعملها بدراسة بحرفنة مع جهاز فني راقي جدا. رمضان صبحي طبعا هيبقى، احنا بنقول رمضان صبحي 30% من قوة الفرقة كقائد في الملعب، كمحطة في الملعب، كخطورة، كصانع لعب، كهداف، كل الحاجات دي هتضيف في الفترة اللي جاية، وخاصة في ماتشات الدوري اللي جاية، تجهيز للسوبر وتجهيز للماتشات الأفريقية. برضو الراجل الأفريقي ده باجي أعتقد هيبقى ليه دور مع مروان، وأعتقد الماتش اللي جاي ممكن يديله هاف تايم. كهربا هيبتدي يديله أكتر، ويعني هيبقى فيه نوع من، هتبقى أنت وأنت قاعد مستمتع زي ما أنت بتقول يا كابتن إبراهيم. أحيانا بنقول إن كرة النادي الأهلي السنة دي إمتاع مع نتيجة، أنت بتمتع الناس في نفس الوقت في نتيجة. الأسلوب ده المحترم ده أعتقد إنه هيفضل مستمر بيه، وبالشغل ده مع العناصر اللي هتخش أعتقد بإذن الله تعالى بطولة أفريقيا هتبقى من نصيبنا إن شاء الله. إيه رأيك في الكهرباء كابتن؟ والله هو يعني الحقيقة هو إضافة للنادي الأهلي، بس في أوقات بتجيله لحظات كده عدم التركيز، زي ما حصل مثلا في الهدف بتاع الهلال، رقص الجون وتأخر شوية وفضل واقف شوية، ما كانتش محتاجة كل الوقفة دي، كانت محتاجة بعد ما رقص الجون والجون فدي كان لازم برجله الشمال والجون فاضي يعملها في الجون. فبتجيله ساعات لحظات كده بيبعد التركيز عنده، انما هو كهربا بتقطع بس شوية يعني. نعم كهربا بتقطع سنة. لا الكهربا بتقطع طقم اسنان مش سنة. ساعات دايما بتروح منه. دايما كنت حضراتكم بتقولوا لنا ايه؟ اللي بيضيع هيجيب. ما هو عنده اول فرصه اعتقد لكهربا مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه يعني. هو عنده ميزه مزعج، يعني مزعج جدا لاي مساكين يمسكوه، لانه متحرك جدا وبيجيد استغلال المساحات الفارغه، يعني دايما بتلاقيه في المكان اللي هو اللي الكوره جايه فيه، فهو مفيد جدا في الحته اللي جوه ال 18، زائد ان هو في حته التلاحمات وواحد ضد واحد يعني استاذ فيها شويه، بيقدر ياخد خطوات فيها ناجحه، يعني بيقدر يتميز فيها على اي مساك يمسكه، بحيث بيروح يستقبل الكوره وبيقدر يلف ويروح، يعني بيقدر يلف وظهره للمساك. ميزه مش يعني لما بتكون موجوده عند راس الحربه بتبقى ميزه اكثر من، انا شايف ان هو مفيد جدا للنادي الاهلي في الفتره القادمه، وخاصه هو لسه ما لعبش الا ثلاث ماتشات بس، فبرضه ما نقدرش نحكم عليه نقول له هو لا ده بالعكس، انا شايف ان هو مميز جدا وهيفيد النادي الاهلي في الفترات القادمه باذن الله. طيب عوده رمضان صبحي بقى كابتن حشيش، عوده رمضان صبحي واحد من اللاعبين المهمين، الكابتن عادل بيقول ان هو 30% من مستوى النادي الاهلي. رمضان له ثقل كبير جدا داخل الفريق، والفتره اللي فاتت كان مصاب بقاله شهر ونص تقريبا. شايف عوده بقى رمضان صبحي ازاي للفرقه؟ رمضان لعيب كبير، خبرات عاليه جدا، انت محتاج الادوار الجايه بالتحديد في افريقيا لعيب على مستوى عالي، لان انت بالتالي انت في زي ما كنا لسه بنتكلم من شويه ان انت مقابل كل الفرق، اي فرقه هتقابلها بتمتلك لعيبه خبرات وعلى مستوى عالي جدا جدا، اداء على المستوى الفردي والجماعي، فانت محتاج لعيبه تقابل هذه اللعيبه. انت مش كل اللعيبه هتبقى في الفرقه ان انا امسك الكوره واحضن عليها والعب واستحوذ، لا انت دايما بتبقى محتاج فتره من الفترات، زي الماتش بتاع امبارح انت كنت محتاج كهربا، انا كان في رايي يعني انه كنت محتاجه فتره قبل كده شويه، قبل يعني قبل ما نزل بشويه. جت فتره الهلال ما عندوش ان هو لازم هيهاجم عايز يكسب، فاتخلقت مساحات، كنت انت محتاج واحد عنده سرعات زي كهربا، ولما نزل فعلا السرعات فرقت، شفنا الكره اللي راح بيها نتيجه للسرعه، هو زقها قبل المدافع وراح انفرد، فانت محتاج واحد زي كهربا. رمضان صبحي عنده الحته دي،
عنده واحد على واحد بيوجدها وبيعملها، هي دي اللي هتخلق لك المساحات. مش هتفضل انت تلعب استحواذ وتدور الكوره شمال ويمين، لازم حد يخترق ويعمل الحل الفردي. رمضان طبعا من اهم اللعيبه في النادي الاهلي حاليا اللي بيجيد الحلول الفرديه، وتطور مستواه في الفتره الاخيره مع فايلر كمان. كنا بنشوف ان هو قبل كده كان بيحتفظ بالكوره كتير شويه، دلوقتي لا، ابتدى يلعب اللعب الجماعي وابتدى يبقى حاطط في دماغه ان هو يروح يجيب جون. فانت محتاج رمضان الحقيقه الفتره اللي جايه، ومحتاج كل اللعيبه. انا عايز اقول كمان ان الراجل يعني ردا على السؤال اللي وجهته للكابتن عادل، تجهيز اللعيبه الفتره اللي جايه مهم جدا. هو طبعا الفايلر هيقفل الصفحه بتاعت افريقيا مؤقتا، هيبتدي يلعب المباريات اثناء الفتره الجايه خلال الشهر ده لغايه المباراه القادمه في افريقيا، سياسه التدوير العاديه. واضح ان الراجل كمان عنده حاجه اساسيه، ودي ممكن دي اللي مخليها اللعيبه تبقى راضيه ومقتنعه ومفيش حد زعلان، انه عنده فتره التمرين اللي بين الماتشين بتفرق قوي. يعني احنا بنيجي نقول مثلا كل مره في استوديو هيلعب بنفس فلان وفلان وفلان، تلاقيه حاطط واحد تاني خالص مركز على الاداء في التمرين. ممكن هو يشوف في التمرين ان واحد فايق في الاربع ايام دول او الثلاث ايام دولت، حتى ولانه ما لعبش الماتش اللي فات بيبتدي يديله. هو عايز خلال الفتره الجايه لغايه المباراه الافريقيه القادمه انه يحافظ على مستوى اللياقه البدنيه للعيبه، يحافظ على سلامه اللعيبه من الاصابات اللي هي ناتجه عن ممكن تكون عن الاجهاد، مش الاصابات اللي هي نتيجه للخشونه في الماتشات دي مش قادر يعمل حاجه فيها، انما هو هيحافظ على اداء طبعا اللعيبه واللياقه البدنيه وعدم الاصابه من الاجهاد بطريقه التدوير اللي عاملها. وعايز يوصل بالفريق كله بقوام الفريق كله ان هو يبقى الحقيقه جاهز. كمان عوده المصابين اللي راجعين من اصابات دولت محتاجين ان هم ياخدوا خلال الماتشات اللي جايه ما بين ماتش والتاني، برضو بالسياسه اللي بيعملها بيبدا يحطوا احتياطي ينزلوا شويه لغايه ما يجهزوا. عايز يوصل في اخر قبل المباراه الافريقيه المهمه ان يبقى عنده كم كبير من اللعيبه الجاهزه في التوب فورم بتاعه. انا على فكره متهيألي برضو العامل النفسي الراجل ده بيعتمد عليه اعتماد كبير جدا طبعا. مع اللعيبه اللعيبه اللي بتبقى متغيبه فتره كبيره عن الماتشات اكيد هو بيعملها نفسيا 100%، لانهم لما بينزلوا بيأدوا بطريقه جيده جدا. يعني محمود متولي كان بعيد عن الصوره خالص لما نزل، كانه واخد ماتشات كتير. ياسر ابراهيم لما نزل كان فتره متغيب جدا، لما نزل بيأدي وكل ماتش بيزيد مستواه الفني عن الماتش اللي قبليه. فانا بقول ان الراجل ده بيعامل اللعيبه نفسيا جدا، وفي جلسات ثنائيه بينه وبينهم بحيث يبقى مركزين في التمرين وبيزودوا البدني بتاعهم وبيزودوا مهاراتهم، بحيث لما بينزلوا كانهم متجانزين مع الفرقه منذ فتره طويله. يعني تمام، خليني بس اقول لحضراتكم مباريات هذا الشهر. بيراميدز ان شاء الله يوم الخميس القادم، طلائع الجيش بعدها على طول يوم 10/2، وبعدين المصري بورسعيد يوم 14/2، الزمالك في السوبر المحلي لهذا الموسم اللي احنا لعبناه زي ما حضراتكم عارفين ده كان الموسم السابق، ثم الزمالك في الدوري قمه الدور الاول ما بين الاهلي والزمالك هتبقى يوم 24/2، وبعد كده المباراة الإفريقية على أول الشهر بقى ويوم 28/29 لسه سوف يتم تحديد ميعادها، وبالتالي هي خمس مباريات من العيار الثقيل في هذه المباراة. خلينا نطلع نشوف تقرير عن عودة رمضان صبحي ونرجع بقى نتكلم عن الخمس مباريات القادمة بالنسبة للنادي الأهلي وهذا الشهر الصعب جدا. نطلع نشوف تقرير رمضان صبحي ونرجع نكمل. يستعيد فريق الأهلي خلال المباريات المقبلة جهود العفيجي رمضان صبحي نجم الفريق بعدما عاد اللاعب لتدريبات المارد الأحمر عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به منتصف شهر ديسمبر الماضي بتمزق في العضلة الخلفية.
بات جاهزا لقيادة المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وتبقى مشاركته في المباريات حسب الرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري ريني فايلر. صبحي شارك تدريجيا في تدريبات الأهلي الجماعية قبل موقعة الأهلي أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء السبت وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله وصعود المارد الأحمر لدور ثمانية بدور الأبطال، حيث خاض رمضان صبحي تدريبات خلال تواجد الفريق الأحمر في السودان، وذلك بعد انتهائه من كافة مراحل التأهيل والعلاج. رمضان صبحي كان يعاني من تمزق في العضلة الخلفية تعرض لها بأحد تدريبات الفريق، خاض برنامجا تأهيليا وعلاجيا تحت قيادة الجهاز الطبي الذي أعلن عن جاهزية صبحي من الناحية الطبية، ويتبقى فقط الجانب البدني الذي يحدده الجهاز الفني. وإن كان اللاعب خاض تدريبات قوية تؤهله أن يكون رهن إشارة فايلر ومعاونيه في المباريات المقبلة. الأهلي يستعد لمباراة هامة أمام بيراميدز في الأسبوع 16 من الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل، ينتظر صبحي إشارة فايلر بالانضمام لقائمة المباراة من عدمه، خاصة أنه أعلن جاهزيته لخوض المباراة. ورغم أن الأهلي يمتلك كتيبة كبيرة من النجوم الذين نجحوا في تقديم انتصارات جيدة محليا وإفريقيا في غياب رمضان صبحي، إلا أن عودة الأخير تمثل قوة إضافية قوية للمارد الأحمر في الارتباطات المقبلة، لما يمتلكه رمضان من قدرات فنية عالية ومهارات خاصة، بجانب تميزه بالإصرار والحماس الذي يحتاجه أي فريق. يرى خبراء أن رمضان صبحي سيزيد من قوة الأهلي هجوميا في الفترة المقبلة محليا وإفريقيا، لا سيما أن الأهلي سيخوض مباريات قوية ببطولة الدوري وكذلك ارتباطات قوية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يترقب الأهلي قرعة دور الثمانية. اهلا بحضراتكم. زي ما قلت لحضراتكم كابتن عادل، كابتن ابراهيم، كابتن حشيش، بيراميدز هنلعب يوم 6/2، طلائع الجيش 10/2، المصري 14/2، الزمالك 20/2 في السوبر المحلي، ثم قمه الدوري في الدور الاول ما بين الزمالك هيلعب ايضا يوم 24/2، النادي الاهلي هيلعب نادي الزمالك يوم 24/2، ثم ذهاب دور الثمانيه يا يوم 28 يا يوم 29/2، ثم العودة إن شاء الله هتبقى يوم 6 أو 7 مارس، وبالتالي شهر مضغوط وشهر صعب. إن شاء الله ما يكونش صعب. أنا عامل الناس المتوفرين حاليا، يعني أنت المثلث اللي قدام عندك 7، السبعة كلهم أفضل من بعض، حسين الشحات، الشيخ، أجاي، رمضان، بادجي، مروان، كهربا. أنت ممكن تلعب وليد سليمان، مجدي قفش، مجدي قفش 9، فانت هتلاعب بيراميدز، اي ثلاثه من دول هينزلوا بفضل الله هيعملوا لك اللي انت عايزه من الاداء. في خط الظهر نفس القصه، عندك 3 باكات ليفت، عندك باكين رايت، وممكن 3-4 سرد باكات في وسط الملعب، في اكتر من لاعب ممكن يلعب، فانت عمليه التدوير هتبقى مهمه جدا، واللي ناجح فيها جدا فايلر بعكس الانديه الثانيه، بعكس النادي المنافس، يعني في لخبطه شويه لما اللعيب بيقع، ما عندكش الكم ده من اللاعبين الجاهزين. والسؤال كابتن ابراهيم على كهربا، الراجل كانه ناشئ صغير، ولد صغير بيبتدي بيه، على الرغم ان هو طبعا كهربا لاعب دولي، في خلال 3 ماتشات جاب 3 جوال، كل ما بينزل جاب جول، ماتش الاخراني في الدوري جاب جولين، ومروان جول، واعتقد كان الشيخ اظن كان جايب جول. فانت يعني عمليه التدوير بيعملها مع الجهاز طبعا، لان كل الناس اللي شغالين معاه بيشتغلوا من اول كابتن سيد وكل الجهاز الفني، فدي مش هيبقى فيها اي مشكله بالنسبه له، لانه عارف كويس قوي انه علي معلول هيلعب، ايمن اشرف هيلعب،
محمود وحيد هيلعب، اي حد هيلعب هيؤدي ما هو مطلوب، هيقدم ما هو مطلوب منه. تمام كابتن ابراهيم، يعني كلها مباريات صعبه وقويه الحقيقه، كيف يمكن ان احنا نعدي الشهر ده؟ طبعا سياسه التدويج اللي كابتن طبعا لسه كنت هاكد عليها، يعني كنت هاكد عليها، سياسه التدويج مهمه جدا في الـ في الـ في شهر فبراير بالذات. الماتشات كلها متقاربه، كل الفرق اللي هنلعبها كلها فرق بتنافس، كلها تضم عناصر جيده جدا. انا شايف ان عوده المصابين كمان، عوده المصابين كلهم الحقيقه ما بيغامرش باي واحد لسه جاي من اصابه، لازم يكون جاهز 100% وعامل التاهيل وعامل البدني بتاعه عشان ينزل، عامل التقويات في الجيم عشان ينزل ما ترجعلوش الاصابه تاني. فانا الحقيقه هو بيعمل سياسه تدوير جيده وصبور جدا على عوده المصابين. انا شايف ان مجموعه المصابين اللي هترجع مع الفرقه زي ما قال الكابتن علي، عندك في كل خط لاكثر من واحد اساسي وواحد احتياطي. مش عايزين نقول واحد اساسي وواحد احتياطي، يعني اثنين في كل مركز تقدر تستخدمهم في اي وقت في اي مباراه وما تحسش ان في اي فروق فرديه بينهم وبين بعض. فانا شايف ان المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي اللعيبه عندهم من المهارات الفنيه والتكتيكيه داخل الملعب انهم يقدروا ينفذوا اي تكتيك الراجل بيعمله. الاسلوب الراجل اللي بيعمله كمان ما شاء الله، الله اكبر، يعني حاجه جميله ما شفناهاش مع اي مدرب سابق. الحقيقه بيعامل اللعيبه نفسيا بطريقه جيده جدا، ودي ما عهدناهاش مع مدرب اجنبي مع اللعيبه المصريين. احنا دايما نقول ايه، اللعيب الاجنبي ما مش عاطفي، لا ده هو اللي بيطلع حتى تحسها، واللعيبه بتطلع من الملعب وهي بتطلع من الملعب بيمسك وبيسلم وبيحضن. يعني العلاقه اللي بين المدرب المدير الفني وبين اللعيبه الحقيقه بتخلي اللعيب بيأدي اكثر مما هو مطلوب منه. فانا شايف ان الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله مع السياسه اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده بمؤهلاتها الفنيه، انا شايف ان احنا ان شاء الله هيبقى لينا السبق في الشهر اللي جاي ان شاء الله. كابتن حشيش، اخيرا اليو باجي وكهربا من الممكن ان يكون لهم فرصه للدخول بقى في المباريات ان شاء الله؟ طبعا باجي شفنا في الماتشين اللي قبل صفقتين، يعني طبعا مش اسم معين لكن بتكلم على الصفقتين اللي جم في الاثنين، طبعا صفقتين كبار قوي مفيدين ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. وشفنا البشاير من كهربا ما نزل واحراز الاهداف، وبعدين كهربا بيتميز بحاجه مهمه جدا ان هو من الفراوده اللي بتبص على الجون على طول، عايز يروح يحرز هدف، يعني عنده حته التهديف دي مهمه قوي بالنسبه له. باجي برضو شفناه من التحركات بتاعته خلال الفترات القليله اللي لعبها، شايفين ان هو بقى موجود منسجم مع الفرقه وعنده امكانيات عاليه ان شاء الله هتظهر في المباريات القادمه. النادي الاهلي حاليا اهم حاجه فيه دلوقتي ان انت ما تقدرش تقول ايه، انا لازم الاعب فلان، حته لازم الاعب فلان دي عشان محتاجه ما بقتش موجوده. انت عندك كل اللعيبه كلهم في مستوى واحد، زي ما بقول لك الراجل بينزل التشكيل على حسب الثلاث اربع ايام اللي هم قبل المباراه، مين اللي هو فايق او مين اللي هو اجهز. الفروقات الفرديه بسيطه جدا جدا، بتبقى محتاج انت في مباريات انك تحتاج لعيب راس حربه مثلا محطه، محتاج في ماتشات تانية لا واحد عايز مساحات. بقى عندك كمان نوعيات مختلفه من اللعيبه في المركز الواحد، يعني الامكانيات والمميزات والمواصفات مختلفه في المركز الواحد. فانت عندك دلوقتي الحمد لله كم من اللعيبه سواء الديفنس نص الملعب، المشكله اللي كانت عندك في الديفندرات بقت موجوده ولعيبه على اعلى مستوى. شايفين برضو الصفقه بتاعت ديانج قبل كده عامل شغل كبير الحمد لله. اهم حاجه بس خلال الفتره اللي جايه دي بنقول يا رب يحمي اللعيبه من الاصابات. انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا كابتن عادل على وجودك النهارده. شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش. هسيب حضراتكم وان شاء الله هلتقي مع حضراتكم يوم الاربعاء القادم قبل ليله مباراه بيراميدز. ان شاء الله تبقى مباراه زي ما كابتن سعد الحفيظ قال امبارح، قفلنا وزي ما كابتننا طبعا الكبار قالوا النهارده قفلنا هذا الموضوع. امبارح كابتن سعد عبد الحفيظ ومعايا على التليفون قال لي احنا خلاص قفلنا هذا الموضوع وهنفكر في مباراه بيراميدز. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي خلال المباريات القادمه وخلال هذا الشهر الذي سيتحدد فيه الكثير من الامور. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاربعاء القادم.
وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.